السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ المحاضرة عن الأوتوديسك فورج مع الباشمهندس أحمد خيرت، هو أخصائي تقنية الـ AEC أو التقنيات الخاصة بالبيم والفاسيلتي مانجمنت والجي أي إس، ومسؤول في أوتوديسك عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحصل على بكالوريوس في التخطيط الحضري والإقاليمي من جامعة القاهرة، ومتخصص في البيم المباني والبنية التحتية الإنفراستراكشر، وبيشتغل بالبيم والريفت والنفس ووركس والانفرا ووركس والبيم 360. والنهارده هيركز لنا على الاوتوديسك فورج والتقارب بين البيم والجي اي اس. هو ما شاء الله يعني من الناس القويه جدا في مجال البرمجه برضو، كمان ان شاء الله يبقى لنا محاضرات خاصه في موضوع البرمجه. اتفضل يا باشمهندس. شكرا ليك يا باشمهندس عمر، اهلا وسهلا بكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سعيد بوجودي النهارده معاكم لاول مره في اللايف سيشنز الخاصه ببيم اريبيا. يا رب ان شاء الله يعني تبقى عاده لا تنقطع ونبقى موجودين مع بعض كتير باذن الله. احنا السيشن بتاعتنا النهارده هتكون مقدمه عن ايه هو الاوتوديسك فورج بلاتفورم، وازاي اوتوديسك شايفه ان هي دي مستقبل، هو ده الاساس او الفاونديشن اللي احنا بننطلق من خلاله ناحيه الكلاود سيستمز والبلاتفورمز. اولا بشكر مهندس عمر مره ثانيه على المقدمه الجميله ديت. انا اسمي احمد خيرت، انا AEC تكنيكال سبيشالست. احنا فريق في شركه اوتوديسك بنشتغل على منطقه الشرق الاوسط وافريقيا وتركيا. وظيفتنا الاساسيه هي ان احنا نساعد كل المستخدمين بتوعنا في ان هم ازاي يحققوا اكبر استفاده من الادوات بتاعتنا، وازاي يقدروا يحققوا القيمه الحقيقيه من التولز بتاعتنا. اوتوديسك تركيزها الكبير قوي على مجال نموذجه معلومات البناء او البيلدنج انفورميشن موديلنج. وطبعا اوتوديسك مش غريبه على تقريبا كل اللي بيشتغلوا في عالم البام. يعني احنا بنقدم برامج الريفت، بنقدم برامج النافيس وركس، بنقدم منصه البيم 360 اللي بتسمح بالمشاركه وبالاستفاده من الكلاود للتعاون ما بين الفرق المختلفه. اعتقد في كتير من التوبكس ديت اوريدي بيم اريبيا اتكلمت عنها وعملت عنها مقالات. برضو لو نحب في اي وقت ممكن نبقى نعمل سيشنز بخصوص بعض من الادوات ديت او اجزاء من الادوات ديت. النهارده التركيز هيكون معانا على الفورج بلاتفورم. والفورج بلاتفورم يعني اوتوديسك شايفه ان هي المستقبل. ليه المستقبل؟ لان العالم كله بيتحرك، احنا بنشوف تغيير كبير قوي بيحصل في عالم العماره والتشييد والبناء، وكمان في الاسواق الثانيه بتاعه اوتوديسك اللي هي الخاصه بالمانيفاكتشرنج والتصنيع والسوليد موديلنج. الغريب شويه ان احنا بنشوف عالم الكونستراكشن وعالم العماره والتشييد والبناء بيتحرك ناحيه الاندستريلايزيشن او التحول لعمليات التصنيع باستخدام حاجات زي 3D printing والبري فابريكيشن، وبتتحول فكره العمل اللي احنا متعودين عليها جوه الكونستراكشن ان احنا المشروع دوت هو يعني one of a kind، عمرنا ما بيتكرر معانا الا في نطاقات ضيقه جدا، وبنتحول لعمليه الاندستريلايزيشن، التحول ان احنا بننتج عشرات مئات الاف اللوحات معانا او المباني والمشاريع اللي بتبقى واخده كومبوننتس مشتركه واجزاء مشتركه. بنفس الشكل عالم بقى المانيفاكتشرنج وتصنيع الادوات لقيناه ان هو بيتحرك ناحيه الانديفيدواليزيشن، ناحيه التحول ان كل منتج انا بنتجه في حته خاصه باليوزر بتاعي. يمكن احنا شايفين في الشاشه عندنا في الجانب يعني ده ابر رايت كورنر صوره لسماعات. السماعات ديت بنصور الودن بتاعتنا من خلال الكاميرا بتاعه الموبايل، وهي بتعمل 3D printing للجسم نفسه اللي بيبقى موجود في الودن، بحيث ان هي تحقق سيلين كامل وتحقق احسن جوده للصوت
جوه السماعه نفسها. فبدل ما كنا بننتج مليون سماعه ومجرد ان احنا بنوزعهم في المتاجر والمحلات، بقى عندنا one of a kind، قطعه لشخص معين بنفس الشكل. المباني بقت عايزه ان هي تتحرك بنفس التوجه ناحيه الاندستريالايزيشن. فالتكنولوجي اللي احنا شفنا ان هي مناسبه بالنسبه لنا هي التكنولوجي الخاصه بالكلاود. احنا احتاجنا كمان ان احنا زي ما قلنا احنا ابتدينا ندمج الكونستراكشن في المانيفاكتشرنج كاستراتيجي وكافكار عندنا. فكانت الفكره ان احنا طب احنا ليه ما نبنيش منصه مشتركه؟ اوتوداسك عندها الادوات الخاصه بنمذجه معلومات البناء، عندها الادوات الخاصه بالكاد والرسم الهندسي، عندها كمان الادوات الخاصه بالمانيفاكتشرنج، فيوجن 360 وانفنتور وفاكتوري يوتيليتيز، مجموعه كبيره من الادوات الخاصه بالمانيفاكتشرنج ومجموعه كبيره من الادوات الخاصه بالديزايننج والاركتكتشر. فحسينا ان الافضل والاقرب الى المنطق النهارده ان احنا نبتدي في ان احنا نكون بلاتفورم، منصه، فاونديشن هنشتغل عليه وهنبني عليه كل التكنولوجيز الجديده اللي اوتوداسك بتقدمها في المستقبل وهتشتغل عليها، بحيث ان كل تعديل وكل فايده احنا بنضيفها في واحد من الاندستريز يظهر معانا في الاندستريز الثانيه. فابتدينا ان احنا نفكر في المنصه ديت، وكانت انطلاقه الاوتوداسك فورج. طيب فورج هي عباره عن ايه؟ فورج عباره عن منصه خاصه بالديفلوبمنت، منصه للبرمجه، تمام، بتقدم للمبرمجين وبتقدم للمهتمين بمجال الاتمته والاوتوميشن التكنولوجي والبلاتفورم اللي يقدر من خلالها ان هو يبني الادوات الخاصه بتاعته ويبني المستقبل. يعني احنا عندنا دايما بنقول ان احنا الفيجن بتاعت اوتوداسك او الرؤيه الحقيقيه بتاعت اوتوداسك هي ذا فيوتشر اوف ميكينج، ان احنا نتخيل ونتصور ويبقى مجموعه ادواتنا هي الادوات اللي بتسمح للناس بتخيل وانتاج وتصنيع المستقبل ده. فدي المنصه اللي احنا بنبنيها علشان نقدر ان احنا نشتغل عليها، وبنقدر ان احنا الحلول نفسها اللي احنا بنقدمها تتحرك معانا للمستقبل وتشتغل معانا للمستقبل. واحنا برضو شايفين ان يعني يمكن الجزء الرئيسي من اهميه المنصه دي ان احنا ما نقدمش مجموعه ادوات مفصوله عن بعضها. الاهميه الحقيقيه عندنا ان احنا نقدم البيانات بتاعه المشروع، الداتا بتاعه المشروع في مركز كل الاوبريشنز اللي بتحصل وفي مركز كل العمليات اللي بتحصل. ونتأكد إن العملية الخاصة بالكونكتيفيتي والتواصل ما بين الأطراف المختلفة جوه المشروع بتشتغل على common data experience، يعني تجربة مشتركة لنفس البيانات اللي معانا، سواء البيانات دي جاية من BIM model، جاية من structural analysis أو structural model، جايه معانا من انفراستراكشر موديل، يمكن جاي من انفرا ووركس، يمكن جاي من سيفل 3 دي، حتى لو بيانات جايه معانا كمان من بره عالم الانجنييرنج والبام زي سنسور داتا جايه من سمارت بيلدينج او جايه من اي او تي بلاتفورم. كل دي بيانات احنا بنحب ان هي تدخل معانا وتكون هي الاساس اللي كل وظائف البلاتفورم دي بتشتغل عليه والمنصه دي بتشتغل عليه تكون هي الموجودة معانا وهي المتاحة معانا. أول مرحلة عندنا شفناها إن إحنا عندنا عدد كبير من الفايل فورماتس، عندنا عدد من الملفات، ملف ريفت، ملف أوتوكاد، ملفات 3DS Max، ملفات جاية من برامج البيم المختلفة زي الـ IFC، ممكن يبقى ملف جاي من SketchUp، جاي من برنامج جاي من السوليد ووركس، من الكريو، من ادوات سيمنز معانا جاي علشان يطبع ان 3 دي، ملف STL. فكل دي ملفات احنا عارفين ان احنا النهارده علشان نربط عالم الانجينيرنج وعالم الديزايننج بتاعنا بالبرامج وبالورك فلوز اللي موجوده بره التكنيكال اوفيس وبره التكنيكال تيم
محتاجين ان احنا نربطهم ببعض، ومحتاجين ان احنا نقدر ان احنا نتبادل البيانات اللي جواهم والمحتوى اللي جواهم مع الحلول دي. ممكن يبقى الحل دوت عباره عن انتربرايز ريسورس بلاننج سيستم او اي ار بي سيستم، نظام زي ساب او نظام زي اوراكل اي بزنس سويت. كل دي حلول بتعتمد على البيانات وبتعتمد على الداتا اللي موجوده جوه المؤسسه وجوه الشركه اللي بنشتغل عليها. طيب لما الداتا دي تبقى جايه من عدد من الخطوات وبتخرج من الريفت لاكسل ومن الاكسل لملفات تكست وبعدين بتدخل مثلا على الاي ار بي، او ان احنا بناخد من الموديل اللي جاي من الانفرا ووركس ونغذي بيه برنامج البلاننج بتاعنا او الاوراكل بريمافيرا، فايه الخطوات اللي احنا بناخدها؟ فبنلاقي ان احنا عندنا خطوات كتيره محتاجين نعملها ما بين الامبورت والاكسبورت علشان نقدر ان البيانات دي تكون مفيده بالنسبه لنا. فورج هدفها في المرحله الاولى من شغلنا ان هي تحقق الربط ده ما بين الانتربرايز بلاتفورمز وما بين الادوات بتاعتنا او الادوات اللي احنا بقى كمهندسين بنستخدمها وبنشتغل عليها وبنستفيد منها في يعني عمليه الديزاين وعمليه الكونستراكشن سيميوليشن وعمليات الدوكيومنتيشن المختلفه اللي بننفذها معانا في مشروعنا. طيب فورج لحد النهارده بنتكلم بشكل عام قوي بلاتفورم. يعني ايه بلاتفورم؟ من الاخر بلاتفورم مجموعه من الكومبوننتس. الكومبوننتس دي عباره عن بيلدينج بلوكس. باخد انا البيلدينج بلوكس ديت، احنا كاوتو ديسك جمعناها من الاكزيستنج تكنولوجيز بتاعنا، خدنا حته من نافيس ووركس، خدنا حته من ريفت، خدنا حته من فولت، خدنا اجزاء مختلفه. والتكنولوجي دي ابتدينا اول ما ابتدت ان هي تكون متاحه بالنسبه لنا ونقدر ان احنا نحولها لكلاود بيس كومبوننتس، ابتدينا ان احنا نبني بيها السوليوشنز بتاعتنا. فاول ما ابتدينا نبني بنينا البيم 360، بنينا الفيوجن 360، بنينا التكنولوجيز زي البيم 360 ديزاين، اشياء بالشكل دوت. وابتدينا كمان ان احنا نلاقي ان احنا عندنا قدره على ان احنا نتيح كمان لليوزرز بتوعنا ياخدوا كومبوننتس دي، وبدل ما هم بيبنوا السوليوشنز اللي اوتو ديسك بنتها بيبنوا سوليوشنز مختلفه خالص وفيها تنوع كبير قوي عن الشكل اللي حتى احنا كنا متصورينه للكونستراكشن والديزاين سوفت وير. يعني زي ما احنا شايفين نفس قطع البلوكس او زي نفس قطع الليجو اللي معانا، ممكن بنعمل بيها ديزاين لمبنى، ممكن نعمل بيها ديزاين لطياره. هي دي تقريبا نفس فكره الفورج بلاتفورم، ان انا عندي كومبوننتس بس اوتو ديسك بتستخدمها في عدد من ادواتها، كمان اليوزر يقدر ياخدها ويعمل بيها السوليوشن اللي هو شايفه مناسب ليه. زي ما قلنا الامبلمنتيشن بتاعك هو ده اللي بيخلق الادد فاليو. التكنولوجي اللي تحتيه والفاونديشن او البلاتفورم اللي تحتيه بتكون هي يعني الجانب الاول او الستارتنج بوينت بتاعه الامبلمنتيشن بتاعك. نفس الكلام التكنولوجي معانا بقدر ان انا استخدمها مش بس في ان انا انقل او ان انا انتج التكنولوجي بتاعنا، كمان بتسمح لي ان انا اربط الديفرنت كومبوننتس والديفرنت بيسز وتتحول معانا زي الانتجريشن تكنولوجي او الجلو اللي بيربط الكومبوننتس المختلفه والسيرفيسز المختلفه ببعضها. نبتدي بقى ننزل شويه كده ونتكلم بشكل تكنيكال على ايه هي الكومبوننتس، ايه هي البيلدينج بلوكس اللي بتكون الفورج النهارده. فورج بالمناسبه لو كنا اتكلمنا عنه من سنتين الكومبوننتس دي ما كانتش موجوده، في كومبوننتس اقل منها هي اللي كانت موجوده. كمان سنتين احنا عارفين كويس جدا ان احنا نفس الشكل ده هيبقى قده مره ونص او مرتين. فالفكرة كلها ان احنا بنتكلم النهاردة على the current status of the platform ومجموعة الخدمات اللي البلاتفورم بيقدر ان هو يقدمها لي وازاي انا اقدر استفيد منها. طيب لو ابتدينا نبص على كل component موجود معانا في الديجرام دوت وبصينا على اول موديول،
او اول كومبوننت، اول كومبوننت معانا هو الموديل ديريفاتيف اند فورج فيور. ايه هو الفورج فيور؟ الفورج فيور هو عباره عن لايبرري مكتوبه بالجافا سكريبت، بقدر ان انا اخدها احطها عندي جوه الويب ابلكيشن اللي انا بكتبه. الموديل ديريفاتيف هو عباره عن سيرفيس موجوده جوه اوتوديسك، انا بكلمها باستخدام مجموعه من اوامر الريستفول اي بي ايز او الاتش تي تي بي ريكويست. الهدف منها ان انا بقدر من خلالها اخد الموديل بتاعي احوله من فايل فورمات، زي ما اتكلمنا ال 60 ديفرنت فايل فورماتس او ال 50 ديفرنت فايل فورماتس اللي موجوده معانا، ويحولها معانا للصيغه اللي الفورج فيور بيقدر يقراها. تمام؟ يعني الفورج فيور بيقدر يقرا نوع واحد بس من الملفات، احنا بنسميه الويب فيوبل فورمات. تمام؟ والفورمات دوت علشان احول الملفات بتاعتي من الريفت ومن ال دي دبليو جي ومن ال نافيس ووركس و 3 دي اس والدي جي ان، كل الصيغ اللي احنا يعني بنشتغل معاها مش بس من عالم اوتوداسك، زي ما قلنا ملفات الاوتوكاد، الريفت، النافيس ووركس، ال 3 دي اس ماكس، فورمت، انفرا ووركس، كل دي ملفات بنقدر ندخلها جوه الفورج بلاتفورم. كمان الملفات اللي ممكن تبقى جايه لي من المايكرو ستيشن، الجيوباكس، الانرودز، البنتلي وورلد، بقدر كمان ان انا اقراها. الملفات اللي جايه الاس كي بي اللي جايه من سكتش اب، ترامبل سكتش اب، الملفات اللي جايه من شركات كتيره جدا وانظمه كتيره، بقدر ان انا انقلها واستخدمها معايا جوه الفورج بلاتفورم باستخدام الموديل ديريفاتيف سيرفيس اللي بتحول بتعمل درايف للفايل معايا من صيغته الاصليه لصيغه الويب فيول او اللي بنسميها الاس في اف فورمات. طيب الصيغه الثانيه اللي معانا او الكومبوننت الثاني اللي معانا، لو ابتدينا نكمل في الاجزاء، هي الداتا مانجمنت. والداتا مانجمنت اي بي اي بتلعب معايا دورين مهمين. الدور الاول اللي هي بتلعبه هو ان انا اقدر اخد اي ملف عندي من اللوكال ستورج او من اوت اوف كلاود ستورج وانقلها على الاوتوديسك كلاود. يعني انا لو عندي ملف، الملف ده موجود على جوجل درايف، الملف ده موجود على وان درايف، الملف ده في الشير بوينت، الملف ده موجود عندي على جهازي او موجود على اللوكال سيرفر، فالداتا مانجمنت اي بي اي بتسمح لي ان انا اعمل ابلود للفايل بتاعي للفايل فورمات او لللوكيشن بتاعي دوت. طيب لو انا الملف كمان الوظيفه الثانيه للداتا مانجمنت هو ان انا لما تكون عندي ملفات موجوده جوه البيم 360 اقدر ان انا ادخل واقراها واقدر ان انا افهم ايه اللي موجود جواها. تمام؟ طيب تول كمان معانا هي البيم 360 اي بي اي. طيب هل البيم 360 مش جواه او ما فيهوش حاجه غير ملفات؟ الحقيقه لا، البيم 360 اللي استخدمه عارف ان احنا بندير جواه المشاريع، بندير جواه الايشوز، بندير جواه الكلاشز اللي موجوده في الموديل كوردينيشن، بندير جواه التشيك ليست اللي الفرق اللي موجوده في الكونستراكشن سايت بتقدر ان هي تستخدمها في ان هي تدير شغلها، بيقدر ان هو يدير السبميتلز، الترانسميتلز، الريكوست فور انفورميشن. كل دي معلومات او داتا تايبس موجوده جوه البيم 360. ممكن كمان من الحاجات الجديده عندنا الاسيتس او قائمه الكومبوننتس اللي موجوده معانا في المشروع. كل البيانات دي علشان اقدر ادخل واقراها واتعامل معاها وابني نسخ جديده من الاسيتس ديت، فانا بعتمد على البيم 360 اي بي ايز دي كمجموعه من الاوامر اللي بتخليني ادخل واعمل جوه البيم 360 مشروع جديد، ادخل واعمل ايشو جديده، ادخل واعمل كرييت لار اف اي او سبميتال او تشيك ليست. تمام؟ فيبقى انا البيم 360 اي بي ايز الهدف منها هو ان انا بقدر استفيد من الاسيتس اللي معايا اللي الفرق بتاعه الكونستراكشن والديزاين والدوكيمنت مانجمنت او الدوكيمنت كنترولرز قدروا ان هم يملوها جوه البيم 360 وانا بقدر اقراها. برضه من الحاجات اللي بتبقى مفيده جدا هو ان انا لما يكون عندي داتا موجوده في البيم 360 ديزاين اقدر ان انا اقرا ريفت كلاود ورك شيرد موديل من البيم 360 اي بي اي ده واعمله ببلش او ابديت من جوه السيستم عندي.
طيب جزء كمان او كومبوننت كمان معانا، وده يمكن من اقوى الكومبوننتس اللي موجوده النهارده في الفورج بلاتفورم، هي الديزاين اوتوميشن اي بي اي. لو انا عندي ابلكيشن والابلكيشن ده موجود جوه ريفيت بلجن او اوتوكاد ليسب مثلا او اوتوكاد بلجن، طيب ازاي انا الحاجات ديت انفذها من غير ما اطلب من اليوزر لو سمحت افتح ملف، افتح الريفيت الاول، افتح الملف اللي مطلوب على الموديل، وبعد كده ادخل معايا وابتدي افتح البلجن بتاعك وجرب تشتغل عليه وجرب تستفيد منه. الديزاين اوتوميشن بيسمح لي ان انا لما ادخل على لما ابتدي اعمل البلجن دوت او الورك فلو ده، فتكون النتيجه ان انا ابتدي ان انا اشغل عندي البلجن دوت اوتوماتيك واخليه يشتغل على الريفت فايلز اللي موجوده عندي في الداتا مانجمنت. طيب البلجن ده ممكن يكون بيعمل ايه؟ البلجن ده مثلا ممكن يكون بيعمل اوتو ببلش او اوتو اكسبورت لكل الفيوز اللي موجوده معايا في الريفت لبي دي اف فايلز. ممكن كمان يكون بيدخل جوه اللايبرري بتاعه الفاميليز اللي عندي جوه الريفت فايل، واي حاجه مش يوزد يعمل لي ليها كلين او يعمل بيرج للفايل زي ما بنعمله بشكل مانيوال. ممكن كمان يدخل معايا وياخد الريفت موديل دوت ويبتدي ان هو ينفذ عليه اوامر، زي ان انا اخد مثلا انبوت من اليوزر ان انا عايز اعمل مثلا اضاءه معينه او عايز اغير اللايت سب سيستم بتاع الريفت موديل ده، فهو يدخل يدور على كل اللايت فيكستشرز اللي موجوده ويعمل لها ريبليس من النوع القديم للنوع اللي اليوزر عايز يغيره. يبقى انا باختصار اقدر ان انا انفذ اي نوع من انواع الاوتوميشن اللي انا بحتاجه جوه الريفت، جوه الاوتوكاد، جوه السيفل 3 دي، جوه الانفنتور، وجوه 3 دي اس ماكس، تمام، من خلال الديزاين اوتوميشن. بكتب بلجن، البلجن دوت بيتنفذ جوه الريفت، ولكن انا برفعه على الاي بي اي ديت او السيرفيس دي ومعاها الملفات اللي هو يشتغل عليها، وابتدي انتج منها الاوتبوتس اللي انا عايزها او النتائج اللي انا عايزها. في شركات استعملت الاي بي اي ده في حاجات قويه جدا، زي مثلا ان لو انا عايز اعمل فاليديشن سيستم، ان انا ادخل وابص على الموديل اللي معايا واقول هل هو مطابق لاشتراطات البناء في محافظه القاهره مثلا او لا، هل الموديل بتاعي ده بيحقق الريكويرمنتس اللي مطلوبه علشان اخد بيلدينج بيرميت في بلديه دبي او لا، تمام. و من الاوتوميشن ده او من السيرفيس دي ابتدى ان هو يعمل نظام متكامل. النظام ده يقدر بقى ياخد من المكاتب الهندسيه المودلز بتاعتها ويقول لها الموديل ده انت لو رفعتيه لبلديه دبي هيظهر معاها بشكل سليم وهتقدر تنفذيه، او مش هتقدر تنفذه، لا انت عندك هنا مشاكل في ايتم 1 2 3 او الاشتراطات 1 2 3 ولازم ان انت تحل في البدايه. فبالديزاين اوتوميشن بقدر ان انا اربط مش بس ما بين الفيو كابابيليتي، كمان اقدر اوصل معاه للايديتنج كابابيليتي والمانيبيوليشن كابابيليتي اللي ممكن تكون مفيده جدا وتقدر ان هي تخدمنا جدا في عمليه اتماتت مسارات الحركه ما بين فريق والتاني واداره والتانيه او حتى شركه والتانيه. طيب عندنا كمان الرياليتي كابتشر اي بي اي. اللي يعرف الاوتو ديسك ريكاب، وهي تكنولوجيا بتسمح لنا ان احنا بناخد الصور ونعمل منها 3 دي ميشز، ناخد صور جايه من درون داتا او جايه من 3 دي سكاننج ريج، يعني مجموعه صور متاخده 360 درجه حوالين اوبجكت معين، ويبتدي يعمل منه مش 3 دي للاوبجكت دوت. فالخدمه ديت او الريكاب ده بقدر ان انا استعملها كيوزر ان انا انتج 3 دي مش من صور جايه من الدرون وادخلها معايا في انفرا ووركس وسيفل 3 دي ورافت، او كمان ان انا بقدر باستخدام الرياليتي كابتشر اي بي اي بقى اعمل نفس العمليه دي باستخدام الكود بتاعي. طيب انا هحتاج الكود في ايه؟ ما هو الريكاب بيعمل لي نفس الخطوات بالظبط. الحقيقه ان احنا في عندنا عدد من البارتنرز اللي استخدموا التكنولوجي دي، فان هم بدل ما انا باخد الصور بالدرون بشكل يدوي وبعدين بنقلها من الدرون دوت على لابتوب ومنه على
اعمل ابلود للفايلز دي على الكلاود، وبعدين او ادخلها على الريكاب الاول وهي تعمل الابلود على الكلاود، وبعدين الصور دي او الفايلات دي تبتدي تعمل لها عمليه البروسيسنج بتاعها عشان تتحول لرياليتي داتا. فهو اختار ان لا، انا الكاميرا بتاعتي الدرون بتاعي هركب عليه بروسيسور صغير، وهركب عليه جهاز زي الاردوينو وزي الديفايسز الراسبري باي الصغير اللي بيبقى عليها بروسيسور صغير وجواها 4G مودم، وتقدر ان هي تاخد الداتا دي بشكل مباشر من الدرون لعمليه البروسيسنج مره واحده بدون اي تاخير او خطوات يدويه. زي ما احنا شايفين الثيم معانا هي الاوتوميشن، هي الاتمته، الخطوات اللي كنت بعملها 1 2 3 وبتاخد دقيقه 10 ساعه يوم، بقينا بنحولها لأوامر جاهزة للتشغيل، مش محتاج ان انا انفذها بشكل يدوي، ومش محتاج معايا البروسيسنج او التالنت المانيوال اللي موجودة معايا. الويب هوكس APIs صغيرة معانا مفيدة جدا، شغلتها ان انا لما يحصل تغيير عندي في الابليكيشن او يحصل عندي تغيير في الملف مثلا موجود على البيم 360 يديني بيه نوتيفيكيشن، فاقدر من خلال النوتيفيكيشن دوت ان انا ابتدي اتعامل مع الفايل وابتدي اتعامل مع الابديتس اللي في الكلاود عندي بسرعه كبيره. طيب ايه الادوات اللي احنا هنستعملها او ايه الادوات اللي احنا بنستعملها علشان نقدم تكنولوجي او نستفيد من ادوات الفورج ونستفيد من البلاتفورم بتاع الفورج؟ التول الأهم عندنا هي ما يسمى بالـ HTTP RESTful APIs. طيب الـ HTTP RESTful APIs هي عبارة عن نفس الأوامر اللي أنا اللي الويب براوسر بتاعي بيقدمها لأي ويب سايت، فبتكون النتيجة إن هو بيديله صفحات وإن هو بيسمح له إن الصفحات دي تظهر في البراوسر. فأنا بستخدم نفس البروتوكول اللي بيربط البراوسر بتاعي بالويب سيرفر بأن أنا أربط البيانات دي ببعضها وأدي أوامر للفورج بلاتفورم وأخد النتائج بتاعتها بنفس الصيغة اللي أنا بعرف أقراها بسهولة كأي ويب أبليكيشن. يبقى أنا بستعمل الـ RESTful APIs أو الـ HTTP Requests العادية بتاعتي اللي أي ويب ديفلوبر بيعرف يتعامل معاها. التاني حاجة بنعتمد عليها هي مجموعة الويب تكنولوجيز المعتادة، الـ HTML، الـ CSS والـ JavaScript. الـ HTML للي مش familiar بيه اللغة اللي أنا بظهر بيها أو بعمل بيها visualization للـ elements اللي هتبقى عندي في الويب بيج أو في الويب سايت بتاعتي. الـ CSS هو الطريقة اللي أنا بقول فيها للبراوسر ايه شكل الاليمنتس دي. يعني انا بال HTML بقدر اختار بوكس، البوكس ده انا هحط فيه 3D content، بقدر اختار items هتتنفذ لمنيوز او هتتحول لاوامر. ال CSS بيقول له البوكس ده وتحط عليه border قد كده، حط شادو تحتيه شكله ازاي، الاوامر دي خلي الباك جراوند بتاعتها بلو، خلي الفور جراوند بتاعتها وايت، خلي الديتيلز بتاعتها بالشكل دوت. الجافا سكريبت هي لغه البرمجه الاشهر على مستوى العالم اللي بتاخد كل اليمنت من دول وتبتدي تتفاعل معاه وتبتدي تشتغل معاه، تغير في الهايت بتاعه، تحركه من نقطه للتانيه، لما الماوس يبتدي يعمل كليك تقدر تقرا المكان بتاع الكليك دوت وتكلم السيرفيس اللي وراها اللي تقدر من خلالها ان هي تنفذ الايه الامر بتاعها. جافا سكريبت لغه ظهرت يعني من اكثر من اعتقد 22 او 23 سنه، تمام، وظهرت كلغه بسيطه جدا. يعني الهدف منها يمكن ظهرت مع اول متصفح للنتسكيب يمكن في 96، يعني احنا كده لينا 24 سنه مع الجافا سكريبت اعتقد، انا مش متاكد من الرقم بالظبط، بس هي ابتدت كلغه بسيطه قوي. الهدف منها ان هي تدي بس بعض من الانتراكتيفيتي البسيطه جوه الويب بيج معانا. مع الوقت ابتدينا ان احنا نلاقي استفاده اكبر واكبر من الجافا سكريبت، وان الجافا سكريبت دي ممكن تفيدنا بشكل كبير. فابتدينا نشوف طب ايه اللي ممكن نعمله للجافا سكريبت ده نخليها اسرع ونخليها احسن ونخليها اسهل للمبرمجين. ف
فواحدة من الفريموركس أو اللايبريز اللي اعتمدت على الجافا سكريبت وبقت بتقدم خدمات لكل الجافا سكريبت ديفلوبرز أو بالنسبة الأكبر من الجافا سكريبت ديفلوبرز هي الرياكت. والرياكت عبارة عن لايبري بتساعد على إن أنا أستعمل الجافا سكريبت بشكل أسهل وأسرع وإنتاجيتي أنا كمبرمج تزيد. انجولار نفس الكلام، رياكت كانت من انتاج فيسبوك وانجولار كانت من انتاج جوجل، ولكن هما اوبن بروجيكتس واوبن سورس واقدر ان انا ادخل واشتغل بيهم واستفيد منهم وابني السوليوشنز بتاعتي عليهم. طبعا السوليوشنز دي مش هي السوليوشنز الوحيده اللي موجوده في الماركت، يعني احنا عندنا فريمورك تاني شبيه بالرياكت اسمه فيو جي اس برضو بيقدم موديل شبيه بالرياكت ولكن مش جاي من شركة من الشركات الكبيرة. عندنا لايبريز بقى كتيرة جدا بنقدر ان احنا برضو نستفيد منها. واحدة من اللايبريز ديت اللي هي 3.js شغلتها ان هي بتساعد على البرمجة بتاعت ال 3D جوه الجافا سكريبت وجوه ال HTML. فالفايدة بتاعت اللايبري ديت ان احنا استعملناها جوه فورج، وانا لما احب المس ال 3D elements اللي جوه الفيور بتاعي وجوه الموديل بتاعي بعتمد على الاوامر بتاعت 3.js. حاجة تانية معانا ومفيدة برضو بنستعملها هي Node.js. Node.js هي عبارة عن environment صغيرة، الهدف منها ان هي تسمح ان انا اكتب جافا سكريبت مش بس جوه البراوزر كمان جوه السيرفر. يبقى انا في المعتاد السيرفرز عن او يعني الويب ابلكيشن بتقسم عندي لجزئين. الجزء الاول هو الباك اند او السيرفر سايد كود، والجزء اللي قدام او اللي هو الفرونت اند او الفرونت سايد كود. الباك اند هو اللي بيقدر ان هو يكلم الداتابيس، يكلم السيرفرز، يكلم الخدمات زي فورج، والفرونت اند هو اللي فيه الجافا سكريبت اللي بيقدر يكلم فيها ال HTML ويتعامل فيها مع ال CSS. Node.js هي اللي سمحت ان انا اقدر اعمل باك اند باستخدام الجافا سكريبت كلانجوج. قبل ال Node.js كان عندنا لغات كتيره جدا نقدر ان احنا نستخدمها، في لغات مشهوره قوي زي البيرل، زي البايثون، زي البي اتش بي، يمكن معظمنا سمع اسمها. في لغات كمان قويه جدا بتقدر ان هي تعمل يعني شغل ادفانسد قوي في الباك اند وفي السيرفر سايد زي روبي او روبي اون ريلز، زي جو جوجل انتجتها، زي راست اللي تعتبر بقوه السي والسي بلس بلس ولكن فيري مودرن لانجويج. طبعا احنا حتى سي وسي بلس بلس بنقدر نستعملها معانا في الباك اند. اي لغه عندي بتقدر ان هي تكلم الويب سيرفيسز وتقدر ان هي تتواصل معاها على ال HTTP APIs بقدر ان انا استعملها عندي في الفورج كباك اند لانجويج. احنا النهارده هنشتغل على Node.js تبسيطا للسينتاكس اللي احنا بنشتغل عليه وتبسيطا للكود اللي احنا هنكتبه. طيب هل الفورج مكون بس من البلاتفورم بتاعنا او من التكنولوجي بتاعتنا؟ الحقيقه لا، الفورج عبارة عن أو يعني الناس اللي بتستخدم الفورج دوت ثلاث أنواع: الكاستمرز بتوع أوتوداسك، الناس المستفيدة من أدوات أوتوداسك بشكل مباشر، السيستمز انتجريتورز، الشركات أو مقدمين الخدمات اللي بيشتغلوا مع فورج في إن هم يبنوا حلول powered by فورج. يعني هم عندهم برنامج، البرنامج دوت بتاعهم ومبني على التكنولوجي بتاعتهم، ولكن بيستفيد من الفورج بلاتفورم والفورج اي بي ايز علشان يربط ما بينه وما بين ادوات اوتوديسك. الجانب الثالث عندي هو الاب ديفلوبرز والناس اللي موجودين معايا اللي بيقدروا ان هم يكتبوا ادوات ويستفيدوا من ادوات اوتوديسك ويقدموا التكنولوجيز الجديده اللي هم حابين ان هم يوصلوها. اوتوديسك والفورج ليها النهارده اكتر من 2000 امبلمنتيشن او اكتر من 2000 انتجريشن شغال وموجود في شركات لينا كاستمرز زي اتكنز، زي نور كونسلت، زي دبليو اس بي، زي جوجل. وبالمناسبه جوجل من واحده من العملاء بتوع اوتوديسك ومن اول الشركات اللي استخدمت الفورج في الامبلمنتيشنز بتاعتها. عندنا كمان شركات زي كادن كومباني، زي زاينابس، زي دراجون انوفيشن، دول او بروتوتايب بروتوتاك سوليوشنز، دول شركات بنسميهم
certified system integrators. لما انا يكون عندي مشكله محتاج احلها اقدر ان انا اروح لهم وهم يقولوا لي بالتكنولوجي وبالاكسبيرينس بتاعتهم على الفورج ازاي نقدر ننفذ البلاتفورم دي. عندي كمان الكومبانيز نفسها الانتجريتور زي 3DR اللي احنا يمكن اتكلمنا عليها استفادت من الفورج عشان تبني الدرون اوتوميشن بلاتفورم بتاعها. عندنا كمان الناشنال بيلدينج سيستمز اللي برضو هنبص على التكنولوجي اللي هي بنتها علشان تعمل اوتوميشن وتربط ما بين الفورج بلاتفورم وبين الاوتوديسك وورلد وما بين ادواتنا الخاصه بقى بعد كده الاكسترنال. اكتر من 100 انتجريشن النهارده بيربطوا البيم 360 بالحلول اللي احنا شايفينها قدامنا. لو انا عايز اربط البيم 360 المنصه بتاعت اوتوديسك ببرنامج زي الهولو بيلدر هدفه ان هو يدير الصور البانوراميه او 360 ايمجز فمن خلال البيم 360 بيربطها. لو انا هدفي ان انا اعمل cost estimation و quantity calculation على الكلاود باستخدام مجموعة أدوات الأسامبل فأنا بستعمل الانتجريشن اللي ما بين أسامبل والبيم 360 في أن أنا أربط البيم موديل بالكالكوليشن سيستم بتاع أسامبل اللي هو النهاردة واحد أدوات أوتوديسك بالمناسبة. لو أنا عايز أستعمل الذكاء الصناعي والماشين ليرنينج في أن أنا أفهم إيه اللي بيحصل في الموقع بشكل سريع وأن أنا أعمل أوتوماتيك تاجينج للصور اللي بتطلع معايا من الكونستراكشن سايت فبقدر أستعمل سمارت فيديو اللي بتقدر أن هي تستخدم الكمبيوتر فيجن تكنولوجي والماشين ليرنينج في أن هو يدخل ويبص على الصور اللي ممكن أن هي بتجمع بشكل مستمر من الكونستراكشن سايت وتبتدي أن هي تقول لي الصورة دي فيها مثلاً security hazard في حد دخل في منطقة مش المفروض ان هو يدخلها. الصورة دي فيها شخص مش لابس الhigh visibility vest او مش لابس الhard hat بتاعته. برامج تانية زي اللايكا جيوسيستمز وتوبكون بتربط ما بين الليزر سكانينج والسيرفينج ديفايسز بتاعت لايكا وبتاعت توبكون بالبيم 360. زي ما احنا شايفين الثيم معانا ان انا ازاي اربط ما بين الاوتوديسك وورلد وما بين السوليوشنز باستخدام الفورج از ا بلاتفورم معانا. طيب قلنا ان احنا عندنا عدد كبير من السيستم انتجريتورز اللي بتقدر ان انت تشتغل معاهم وبتقدر ان انت تربط الاحتياجات بتاعتك انت بالكابابيلتيز بتاعتهم علشان تحل مشاكل. شركة مثلا زي Intel Sys Build بتقدر ان هي تربط ما بين الـ SAP Implementations الـ SAP ERP Solutions وما بين الـ BIM 360 وما بين الـ BIM Platforms. شركة زي Cadence Company بتقدر ان هي تعمل الـ Building Validation او الـ Building Checks او الـ Automated Checks Systems. شركات زي CC Tech متخصصة في ان هي تعمل Simulation Engines على الكلاود زي الـ CFD و البرامج ولكن موجودة على الكلاود معانا. طيب هنبص مع بعض على عدد من الوظائف اللي الفورج بيقدمها لنا أو اللي هو بينفذها معانا وهنبص إن إحنا في عندنا عدد من الثيمز كده أو عدد من الإيه من الاحتمالات المتاحة أو الموست كومن اللي إحنا بنشوفها كتير لما بنشوف الكاستمرز بتاعنا بيستعملوا الفورج والفرق بتستخدم الفورج ازاي. اول حاجه هي الداتا فيجواليزيشن اند اناليسيس ان انا اقدر من خلال الفورج بلاتفورم ان انا يكون عندي انجينيرنج داتا وانا اظهرها في السوليوشن بتاعي وفي السيستم بتاعي اللي ما بيقدرش يقرا الاوتوديسك سيستم. ممكن يكون عندي فاسيليتي مانجمنت سيستم والفاسيليتي مانجمنت سيستم ده مش بيقدر يقرا ملفات الريفت ناتيف. بالفورج اقدر ان انا أظهر معايا التول ديت بشكل كويس. فانكشن تانية معانا هو إن إحنا نعمل ديجيتال توينز. والديجيتال توينز ده كونسبت كبير جدا الهدف منه إن أنا أخلق نسخة افتراضية من الواقع بحيث إن أنا لما درجة الحرارة في غرفة من الغرف تعلى مثلا أقدر أشوفها في الديجيتال توين بتاعي. لما أبتدي أعمل شوت أوف لوحدة من الفالفز عندي في مصنع من المصانع اقدر ان انا اشوف قبل ما الشوت داون ده يحصل فيزيكالي ازاي الفيرتشوال موديل بتاعي هيتفاعل مع الامر اللي انا اديته له دوت.
فيبقى انا بخلق نسخه رقميه من العالم الحقيقي بتاعي اقدر ان انا اغذيه بالحاله بتاعه الواقع بتاعي، او ان انا اسيميوليت ايه اللي هيتغير في الواقع لما اغير في الفيرتشوال موديل. الديجيتال توينز مش تكنولوجي شركه واحده تقدر ان هي تقول ان احنا بنقدر نغطي كل الكومبوننتس بتاعتها، لا مايكروسوفت ولا اي بي ام ولا جوجل ولا اوتوداسك ولا اي حد في الدنيا، تمام؟ ولكن كل شركه معانا ليها كومبوننت وليها قطعه تقدر ان انت تستخدمها علشان تكون الديجيتال توين. اوتوداسك عندها الفيجواليزيشن كابابيليتي والبيم ريدنج كابابيليتي، ان انا ازاي اقدر اقرا البيم موديل وازاي ان انا اعمل له 3D فيجواليزيشن. شركات تانية زي مايكروسوفت واي بي ام وامازون عندهم الاي او تي بلاتفورم اللي بقدر ان انا اجيب ديفايس صغير او سنسور صغير اربطه على الانترنت وهو يغذي الاي او تي بلاتفورمز دي بقراياته وبالمعلومات بتاعته، ممكن يبقى هيت سنسور، ممكن يبقى سموك سنسور من اي نوع. بقدر كمان ان انا احطه في الانفراستراكشر نتوركس. فالكونسبت نفسه كبير جدا، ممكن احنا لو حابين ممكن فعلا مره يعني نفرد ليها محاضره نشتغل عليها ونتكلم على كل الاجزاء دي. معانا النهارده ان احنا ازاي من خلال التول بتاعه الفورج ابني ال 3D موديل واستخدم ال 3D موديل معايا. الفانكشن الثالثه او الثيم الثالثه معانا اللي هي الخاصه بالاوجمنتد اند فيرتشوال رياليتي. الفيرتشوال رياليتي بقى كونسبت كبير قوي وعدد كبير من الشركات ابتدت ان هي تشتغل عليه. احنا بنبني البايب لاين اللي بيسمح بان البيم موديل والريفت موديل بتاعنا يتحول لفيرتشوال رياليتي اكسبيرينس في اقل وقت وباقل مجهود. بالمناسبه ده لسه مش بابليكلي افيلبل، يعني احنا لسه شغالين على البلاتفورم دي. اوبشن رابع معانا هو السوفت وير از ا سيرفيس انتجريشن، واللي احنا شفناه يمكن ازاي بنعمل انتجريت ما بين البيم 360 والساب اي ار بي او الاوراكل اي بزنس سويت، وازاي الربط ده بيختصر الخطوات وبيختصر الوقت اللي بيتنقل من خطوه للثانيه ومن ورك فلو للثانيه. اوبشن كمان معانا هي الكتالوجز. لو انا شركه مصنعه مثلا للابواب وعايز ان انا احط الكتالوج بتاع كل الابواب بتاعتي على الويب سايت بتاعي، فانا بقدر ان انا ابني الديجيتال كتالوج دوت. الكتالوج ده قوته بقى ان هو انتراكتيف، يعني اليوزر يقدر يدخل ويتحرك ويغير الماتيريال. لو انا عندي اوبشن ان انا اقدم له كاستمايزد ماتيريال مثلا، يغير الهاردوير، النبز، الابواب او الاليمنتس الموجوده معانا، بيقدر ان هو يتحكم فيها ويغيرها، يغير اللايتنج، يتحكم بشكل كبير جدا ايه المنتج النهائي اللي هو عايزه. يعني اي كونفيجريشن انا بحطه جوه الاوردر بتاعي يظهر معايا في الريل تايم جوه الويب سايت. ودي الوظيفه كمان نمره 6 او اللي هي الكونفيجريتورز، اللي بقدر ان انا اخد الكتالوجز وابتدي ان انا اعمل لها الادجستمنتس والتعديلات بتاعتها على الانبوت اللي بيجي لي من اليوزر. ده الفايده منها بتبقى كبيره جدا في المانيفاكتشرنج، لان في برامج زي الاي لوجيك اللي بيشتغل مع الانفنتور يقدر كمان ان احنا نربطه بالمودلز اللي معانا ونربطه بالمانيفاكتشرنج بارت. اتكلمنا على الديزاين اوتوميشن وازاي انا ممكن يبقى عندي بيم موديل محتاج انفذ عليه عدد كبير من الخطوات، فبدل ما انفذها يدوي من خلال بلجن او من خلال داينامو سكريبت، اقدر بالديزاين اوتوميشن ده ان انا انفذها بشكل اوتوماتيك على ال 10,000 فايل اللي موجوده عندي في المشروع. انا ممكن يكون عندي ملفات كتيره جدا ومحتاج ان انا اتاكد ان هي كلها فاليد فايلز، فاشغل ابني الانجن بتاع الفاليديشن واشغله على ال 10,000 فايلز اللي موجودين جوه البيم 360 انفايرمنت بتاعتي مثلا. والورك فلو الاخير هو الفوتو تو 3 دي اللي احنا يمكن اتكلمنا عليه مع الرياليتي كابتشر اي بي ايز. طيب هنتكلم او هنبص دلوقتي على مجموعه من الشركات اللي استخدمت السوليوشنز ديت او بانت سوليوشنز على فورج بنفسها، وازاي هم قدروا يستفيدوا من الفورج بلاتفورم بشكل عملي. واحده من الشركات ديت هي ذا ناشونال، او يعني من الباديز ديت هي الناشونال بيلدينج سبيسيفيكيشن، ودي منظمه بتقدم كاتالوجز للسبيسيفيكيشنز وللستاندرد ماتيريالز المتاحه جوه السوق الانجليزي، جوه سوق اللي جوه اليونايتد كينجدم. فالكتالوج دوت من الستينات وهو بينتج في صوره ورقيه
وبينتج في كتب يعني حجمها كبير جدا وعدد صفحاتها كبيره، وبتتكلم على الدايمنشنز بتاعه كل element والسبيسيفيكيشنز بتاعته ومين المانيفاكتشر بتاعه وايه الكومبوننتس، وبيدي له اي دي نمبر بحيث ان انا لما ابقى مهندس او معماري بشتغل في السوق الانجليزي اقدر ان انا استخدم الكتالوج دوت في ان انا ابني ستاندرد اليمنتس، ولما انا اكون مانيفاكتشر جديد داخل السوق اعرف الستاندرد اللي الناس شغاله بيه هو ايه، فانتج المنتجات بتاعتي جوه الستاندرد دوت بالدايمنشنز وبالسبيسيفيكيشنز بتاعته. الـ NBS أو الـ National Building Specification قرروا من فترة إن هم يبنوا الـ Automation بتاعهم أو يبنوا الـ Digital Catalog بتاعهم ويحولوا الـ Paper Catalogs ديت لـ Revit Families ولـ Elements بتقدر تكون موجودة معايا جوه الـ BIM Model وسموها The BIM Toolkit. فبتقدر من جوه البلاتفورم زي ما احنا شايفين ده الـ MBS BIM Toolkit بتاخد الـ Revit Models اللي موجودة تعمل لها Upload أو الـ Revit Model اللي انت اشتغلت عليه ويظهر معاك، وتبتدي ان انت تختار كل Revit Family عندي هتبقى مماثلة لأنهي Specification Item موجود عندي في الكتالوج. هو في عندهم كومبوننت كمان بيشتغل على Revit بيقدر ان هو يحمل الـ Revit Families دي جوه الـ Revit File، فانا اقدر ان انا انتج مش بس البيم موديل اللي بيشتغل معايا في المشروع، كمان ابتدي اطلع السبيسيفيكيشن كاتالوج او الاليمنتس اللي انا هشتغل عليها تبعا للستاندرد الانجليزي. زي ما احنا شايفين عندنا الريفت موديل بقدر ادخل جواه بقدر اقراه بقدر اعمل له كاتنج او بعمل له سكشن، زي ما احنا شايفين بنختار واحد من الاليمنتس ونشوف هل هو تابع للسبيسيفيكيشن او مماثل للسبيسيفيكيشن الستاندرد الانجليزي او لا، بقدر ان انا اتعامل جوه الموديل واتحرك جواه واشتغل عليه. التكنولوجي نفسها موجوده في الويب سايت mbs.com/viewer اللي اقدر من خلالها ان انا استفيد من الكتالوج دوت. تكنولوجي ثانيه سيجنيفاي قالت ان انا مش بس عايز ان انا ابيع اللايت بالبز واللايت فيكستشرز، انا عايز كمان طريقه اقدر من خلالها ان انا اصمم اللايت ستيج بتاعتي اونلاين وباستخدام الكلاود وباستخدام الكتالوج بتاعي. فبدل ما انا هدي 100 ريفت فاميلي على الويب سايت بتاعي واخلي الكاستمرز بتوعي يفتحوا ريفت ويستعملوه وياخدوا الفاميليز دي وهم اللي يبقوا مسؤولين عن البليسمنت بتاعها، انا هفتح اونلاين فيور وهخلي اليوزر ياخد من الكتالوج بتاعي ويبني بيه البيم موديل اوتوماتيك، ولما الاليمنتس اللي موجوده معايا تكمل انتج ملف ريفت جواه الاليمنتس دي. زي ما احنا شايفين هنا هو ما بيعتمدش على الريفت فورج فيور او الفورج فيور بتاع الفورج، هو هنا بيعتمد على اليونيتي بلاتفورم في ان هو يقرا السبيسز اللي جوه الموديل ياخد من اللايبرري اوف elements اللي موجوده معايا. زي ما احنا شايفين هنا بيبتدي ان هو يحدد العدد بتاع اللايت فيكستشرز اللي هو عايز يدخله، وهو البرنامج بيعمل اوتوماتيك بليسمنت للاليمنتس جوه الرومز وبينتج له ملفات ريفت موجود جواها اللايت فيكستشرز اللي هو هيشتغل عليها بشكل اوتوماتيك، يقدر ان هو يداونلود الريفت موديل دوت ويبتدي يشتغل عليه بعد كده الكونستراكشن دوكيومنتيشن بتاعه والتفاصيل المختلفه والكلاش ديتكشن مع الـ disciplines التانية والتخصصات التانية معانا. Example تاني معانا هو HiPAR، و HiPAR technology بتستخدم الـ generative design أو بتقدم الخدمات بتاعت الـ generative design من جوه الـ cloud platform. احنا يمكن في عندنا عدد من المحترفين النهارده اللي ابتدوا ان هم يستفيدوا من داينامو كتول وان هم يستخدموا الجينيريتيف ديزاين على الديسكتوب، كمان هايبر بتسمح ان احنا نعمل الجينيريتيف ديزاين كابابيليتي ده على الكلاود ونعمل الجينريشن للالمنتس عندنا والمودلز بتاعتنا من الكلاود مش من جوه داينامو او من جوه الريفت او الداينامو بلاير جوه الريفت موديل عندي. ايفيفا تول كمان بتسمح لنا ان احنا نربط ما بين السمارت بيلدينج امبلمنتيشن وما بين الريفت موديل، وبرضه عشان بس من يعني ما نلخبطش دي مش افيفا اللي بتنتج الالكتريك او الموديلنج بلانت ديزاين، دي شركه ثانيه. تمام، طيب ايفيفا بتعمل ايه؟ ايفيفا بتقدر تاخد البيم موديل
وبتاخد اللوكيشنز بتاعه السنسورز. السنسور ده ممكن يكون هيت، ممكن يكون فنتيليشن، ممكن يكون كربون دايوكسيد سنسور، ممكن يكون سي سي تي في كاميرا بيدخلها في مكانها، ويبتدي ان هو يربط ما بين الاليمنتس ديت وما بين المحتويات. زي ما احنا شايفين هنا الصور اللي احنا بناخدها من السي سي تي في كاميرز ممكن تبقى ظاهره معانا از ستيل ايمجز. ممكن ان انا استعرض كل السنسورز اللي موجودين معايا على الموديل وبدل ما بينهم، ممكن اشوف لايف ستريم، ممكن لو انا عندي سمارت لايت انا بقدر اتحكم فيه من البيلدينج اوتوميشن سيستم بتاعي، اقدر اتحكم في شده الاضاءه لو انا عندي اتش فاك سيستم او اير كونديشنينج بقدر اتحكم فيه بشكل مبدئي او بشكل مركزي، اقدر ان انا اتحكم في الاير كونديشنينج دوت بشكل سنترال. طيب 3DR يمكن اتكلمنا عليها، ازاي بتقدر تاخد الدرون داتا بشكل مباشر من الدرون للكلاود بشكل اسرع جدا. زي ما احنا شايفين عندنا الدرون والكنترولر بتاعه على الارض، الكنترولر مربوط على الايباد، بأقدر من خلال الايباد ان انا احدد الاريا اوف ايمجري كولكشن. هو بيدي اوتوماتيك الاوامر للدرون، الدرون تبتدي تاخد اللقطات بشكل اوتوماتيك، انا مش محتاج انا اللي احدد الباس اوف لايت، مش محتاج ان انا احدد عدد الصور، هو بيعمل الاوتوماتيك كرييشن دوت وبياخد الصور اوتوماتيك من الدرون داتا، بيعمل لها داونلود اوتوماتيك على التابلت ومنها على الريكاب او رياليتي كابتشر اي بي ايز. فيبقى انا من خلال ال 3 دي ار تكنولوجي قدرت ان انا انتج 3 دي ماشز بتاعتي زي ما احنا شايفين بشكل اوتوماتيك فولي اوتوماتيك، مجرد ان انا حددت الاريا اللي انا هشتغل عليها وهو كل التفاصيل اللي بتظهر بشكل مباشر معايا. طبعا بيانات زي الستوك بايل ديتكشن بيقدر ان هو يحسب لي الفوليوم اللي موجود معانا في الستوك بايل، لو انا عندي منطقه هعملها كات اند فيل بقدر من خلال الصور اللي جايه لي ان انا اعمل الاكزيستنج كونديشن، ولما اغذيه في السيفل 3 دي والانفرا ووركس يظهر لي كمان بيانات الفيلنج او الكاتنج معايا. هولو بيلدر تول تانية يمكن برضو يعني استعرضناها بشكل بسيط شوية، هدفها ان هي تدير مجموعة اللوحات او الصور اللي بتيجي من 360 بانوراماز، دي عبارة عن كاميرات بسيطة ولكن الميزة فيها ان هي بتاخد صورة واحدة تغطي 360 درجة حوالين الكاميرا. فنظرا لان الصور ديت بتغطي مساحات واسعة قوي وإيرز واسعة قوي عندي جوه المشروع بتاعي، فاهتمينا جوه الهولو بيلدر او الهولو بيلدر اهتمت ان هي تاخد البيانات بتاعه السبيس بتاعها او الفلور بلانز من جوه البيم 360. فاحنا هنا شايفين مثلا الانتجريشن بتاع الهولو بيلدر اللي بيدخل جوه البيم 360 يختار الفلور بلانز اللي هو هيشتغل عليها ويبتدي ان هو يحدد مكان الكاميرات زي ما احنا شايفين البانوراميك ايمجز في اي مكان في الفلور بلان ويتحرك ما بينها بشكل سلس وبسهل، يعني طريقة سهلة تساعده وتبسط عليه النافيجيشن. وحتى لما بيظهر فيه مشكلة، المشكلة دي هو محتاج ان هو يعمل لها ريبورتنج للكونستراكشن تيم ويقول لو سمحتوا حلوا لنا المشكلة ديت او حلوا الايشو اللي موجود معانا دوت، فهو بيقدر ياخد الايشو ايكون من التول بار جوه الهولو بيلدر ويبتدي ان هو يعمل ايشو. الايشو دي هتدخل معانا جوه البيم 360 ويقدر الفريق بتاع الشغل زي ما احنا شايفين الايشو موجوده معانا، موجوده الصوره بتاعتها، موجوده التفاصيل كلها اللي جوه الايشو ديت، ويقدر ان هو يعمل لها هايبر لينك ما بين الايشو في البيم 360 وجوه الهولو بيلدر. طيب ازاي نبتدي نستفيد من الفورج كبلاتفورم وازاي احنا نستخدم الفورج بلاتفورم؟ الطريقه الاسرع معانا ان انتوا هتكملوا معايا السيشن النهارده وهنبتدي نبني مع بعض اول سوليوشن. لو انت تحب انك تستعمل لغه تانية او تحب انك تستخدم بروجرامنج لانجوج اخرى او موديل تاني، اقرب ريسورس احنا بنشرحه بنقدمه للناس هو الليرن فورج autodesk.io. دي ويب سايت عندنا فيها توتوريال خاص ب learning الفورج،
وتقدر ان انت تستفيد من البلاتفورم دي. هنبص كمان على التوتوريال دوت مع بعض بشكل سريع قبل ما نبتدي نعمل احنا التوتوريال نفسه شويه. طيب عندنا كمان بعض من المواقع والماتيريالز اللي ممكن ان احنا نستفيد منها ونستخدمها ونقدر من خلالها ان احنا نستفيد مع نستفيد من الفورج تكنولوجي. اهمها هو الفورج بورتال الاوفيشال ويب سايت بتاعه الفورج بلاتفورم forge.autodesk.com. معانا كمان الجيت هاب بورتال بتاع فريق عمل اوتوداسك اللي بيقدم السامبلز وبيقدم الكود سنيبتس وبيقدم المشاريع بلغات مختلفه وبروجرامنج لانجويجز مختلفه. تقدر ان انت تدخل وتتعلم اكتر كيفيه استخدام اي بي اي معين او فانكشن معينه. معانا كمان معانا الستاك اوفر فلو. ولاي ديفلوبر الستاك اوفر فلو ده هو الجوجل بتاعنا في عالم الديفلوبمنت. اي مشكله اي ايشو اي ايتم احنا عايزين نبتدي نتعلم عليها بنبتدي نحط السيرش فراز بتاعنا على جوجل وعلى ستاك اوفر فلو في نفس الوقت. ستاك اوفر فلو عباره عن كوميونتي الناس بتدخل تسال عليه والناس اللي عندها اكسبيرينس بتبتدي تدخل وترد عليه. وطبعا على الوقت الاسئله بتتكرر وبتظهر معانا ممكن حتى اجابات مور اوبتمايزد واجابات اذكى. فريق اوتوداسك موجود في الستاك اوفر فلو بورتال واي اسئله بنحط عليها التاج اوتوداسك داش فورج الفريق بتاع الاوتوداسك فورج بيدخل ويبص عليها وفي المعتاد بيجاوب عليها بشكل سريع وبصوره يعني مرضيه لمعظم الحالات. يعني عندنا عدد بقى من السامبلز اللي ممكن ان احنا نبص عليها ونستفيد منها زي الفورج داش ار سي دي بي دوت اوتوداسك دوت اي او. دي سامبل يمكن استعرضنا منها بعض سكرين شوتس واحنا بنشتغل. هنبص ممكن نبص عليها لو احتاجنا لاحقا. كمان عندنا التويتر اكاونت بتاع اوتوداسك وهو اوتوداسك فورج. تقدر ان انت تتابعه وتعرف بقى منه اخر المستجدات في عالم الفورج بلاتفورم وازاي اي حاجه جديده تقدر ازاي تستفيد منها او تستخدمها معك. طيب احنا اعتقد احنا كده انتهينا من الساعه الاولى او من الجزء الاول من السيشن معانا. خلينا ناخد 4 أو 5 دقائق شويه من الاسئله. تمام، لو حد حابب ان هو يسال معانا ممكن يعمل ريز هيز هاند ونفتح له المايك للسؤال. تمام، وبعدين هناخد 5 دقائق بريك بعدين هنبتدي الجزء العملي بتاع المحاضره بتاعتنا النهارده. اوكي، فهل في حد حابب ان هو يسال اسئله؟ لو حد عنده سؤال بس يعمل راس هاند. طيب احنا معانا كمان الشات بوكس لو حابب ان انت تكتب بدل ما تتكلم في الشات تقدر برضو ان هو طيب في حد بيسال هل الفورج بلاتفورم دي اقدر ان انا اخزنها على السيرفرز بتاعتي او اقدر ان انا اشغلها على السيرفرز بتاعتي؟ الحقيقه ان السوليوشن اللي انت بتكتب بيه الاوامر اللي بتكلم بيها الفورج بلاتفورم تقدر ان انت تخزنه عندك على السيرفرز بتاعتك. يعني الجزء الخاص بالسوليوشن بتاعك انت بتخزنه على السيرفرز بتاعتك او بتخزنه على الكلاود سيرفيس of your choice. انما الباك اند نفسه الخاص بالفورج نفسها فهو موجود في التكنولوجيز بتاعت اوتوداسك نفسها ومش مفيش منها نسخه انستولبل بعد كده على سيرفرز او في داتا سنترز منفصله. فدي برضو واحده من التساؤلات اللي كتير بتجيلنا حوالين الفورج موجود فين.
طيب وده برضو ممكن يوصلنا لنقطة تانية، هو الفورج فيزيكالي فين؟ احنا الفورج بلاتفورم موجودة على امازون اي دبليو اس، واحنا حاليا بنشتغل على 2 داتا سنترز، واحد موجود في يو اس اي والداتا سنتر الثاني موجود في الاتحاد الاوروبي. فمن خلال التو داتا سنترز دول بنقدر ان احنا نقدم ان البيانات بتاعتنا تكون متاحة بالنسبة احنا مثلا لينا في الشرق الاوسط قريبة مننا في اوروبا، او ان هي البيانات بتاعتنا تكون كمان متاحة معانا بليتنسي اقل وتبع الريجوليشنز بتاعت الجي دي بي ار اللي يعني بتحقق برايفسي اعلى شويه من الستاندرز الامريكيه حاليا او القوانين الامريكيه الخاصه بالبرايفسي النهارده. فده ممكن برضو واحده من النقط. انا شايف ان احنا دلوقتي الساعه 9، نقدر نطلع بريك لمدة 5 دقايق بالظبط، وتسعة وخمسة هنبتدي مع بعض الجزء العملي. الجزء اللي احنا خدناه النهاردة مع بعض او الجزء الانترودكشن النظري بتاعنا ده مش بيحتاج باك جراوند للبرمجة، يعني يمكن بتكون اسهل شوية المصطلحات اللي عنده باك جراوند بروجرامينج. الجزء الثاني بتاعنا هيكون عبارة عن هاندز اون، هنفتح فيجوال ستوديو، هنفتح نود جي اس، هنبني اول ابلكيشن لينا على الفورج بلاتفورم بايدنا. اللي حابب ان شاء الله ان هو يمشي معانا الخطوات هيقدر ان هو يتابع معانا، اللي حابب ان هو يتفرج على التسجيل بعد كده يقدر ان هو يبص عليه في اللايبرري الخاصه بالمحاضرات بيم اريبيا. اللي عنده سؤال يقدر يكتبه على الشات بوكس معانا، هنتابع الشات بوكس. يقدر كمان ان هو يداونلود نسخه من الكود اللي احنا هنكتبه ده لما هننتهي منه وننقله على الجيت هاب مع بعض. تمام. فبريك كده بقى 4 دقايق. تمام، 9:05 هنكون موجودين مع بعض تاني. شكرا لكم.
طيب معانا دقيقة واحدة وهنبتدي الجزء الثاني. طيب في برضو هنا حد بيسأل هل محتاج أعمل داونلود دلوقتي عشان أتابع الجزء العملي؟ لا، أنت في حاجات ممكن تعملها داونلود لو حابب، وإحنا موجودين مع بعض في الجانب العملي، بس مش ضروري تسبق يعني. تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا مرة ثانية. تمام، وهنبتدي نتحرك مع بعض في الجزء العملي. أنا خلوني بس أعمل السكرين شيرنج بتاعي. إحنا تفاديا بس لتضييع أو لأن الوقت يضيع مننا، فأنا في بعض خطوات بسيطة هقول لكم تتعمل إزاي، ولكن هننفذها، هتبقى اوريدي متنفذة عندي على الويندوز سيستم اللي شغال معايا. أنا كمان إحنا كده شايفين معانا ديسكتوب فاضي. تمام، هنبتدي من خلاله إن إحنا نشوف عايزين نعمل أول خطوة معانا. شكرا. هنبتدي ندخل على Visual Studio Code. تمام، والـ Visual Studio Code واحدة من البرامج اللي مايكروسوفت بتقدمها free لكل المستخدمين اللي يقدروا إن هم يستفيدوا منها ويشتغلوا عليها. فأول حاجة هنعملها هنبتدي نعمل داونلود للـ VS Code أو الـ Visual Studio Code. تمام، وهنبتدي نشوف الفايل وهو بيتحمل معانا. كمان هنبتدي الخطوة الثانية، هنبتدي إن إحنا ندخل على Node.js، نعمل سيرش على Node.js. تمام، وزي ما إحنا شايفين الـ Node.js هو الـ بلاتفورم اللي احنا هنكتب عليها الكود بتاعنا. تقدر ان انت تستخدم ال LTS او اللي هو اللونج تيرم سبورت، او يعني خلينا احسن مع النسخه الكرنت، دايما بتكون هي النسخه اللي فيها احدث التعديلات معانا او احدث الفانكشناليتي اللي موجوده معانا. هنبتدي الاول هنشغل ال Visual Studio Code وهنعمل له السيت اب بتاعه، وهنبتدي نشوف I accept next المعتاد create desktop icon من الحاجات اللي دي بنفضلها. المهم احنا محتاجين تو اد تو باس، ده بيساعد معانا بعد كده في استخدام الفيجوال ستوديو كود. النود جي اس كمان نزل معانا اهو، هبتدي ان انا اقول له اوبن وهبتدي اعمل الانستليشن ستيبس بتاعته. تمام، والانستليشن هبتدي ان هو يعمل preparation the guide، نعمل مع next accept next Node.js. برضه هنتاكد ان هو add to pass موجود معانا، لان دي من الحاجات المهمه، هي والنود باكج مانجر او الام بي ام. والام بي ام ده البرنامج اللي بيسمح لينا ان احنا نعمل داونلود لبرامج البرامج الخاصه ب اللي مبنيه باستخدام Node.js. هنا هنختار الاوبشن بتاع اوتوماتيكلي انستول نيسيسري تول، لان هو ده هيسمح لنا ان هو يعمل داونلود لنسخه بايثون ونسخه الفيجوال ستوديو بيلد تولز، ودي مجموعه ادوات زي كومبايلر بتستفيد برامج الام بي ام منها، او البرامج اللي بعملها انستول بالام بي ام من وجودها معايا. فهقول له نيكست انستول، هنا هقول له يس انا موافق،
تمام كده الفيجوال ستوديو كود، هقول له فينيش، نزل معايا. تمام، الفيجوال ستوديو كود هو البرنامج زي ما احنا شايفين هنا اللي بقدر من خلاله ان انا ابتدي اشتغل معاه، وبقدر من خلاله ان احنا نتفاعل معاه. زي ما مهندس عمر حط في الشات معانا node.js.org، هو ده الويب بيج اللي بنداونلود من عليها النوت، والبيج الخاصه بكود visualstudio.com اللي بقدر انزل من خلالها الفيجوال ستوديو كود. تمام، دي في المعتاد التو كومبوننتس اللي انا بقدر او ان انا محتاجهم ان انا ابني دي اول سوليوشن عندي مبني على الفورج او مبني على الفورج اي بي ايز. طيب في نقطه هنبتدي نشتغل عليها، احنا هل احنا لازم ننفذ الخطوات اللي انا قلتها دي بالحرف؟ الحقيقه لا، اي حد عنده ويب ديفلوبمنت اكسبيرينس كفايه يقدر يبني البرنامج بتاعه بنفسه. اي حد عنده لغه ثانيه غير النود جي اس او الجافا سكريبت يقدر ان هو يستخدمها. لو حد بيشتغل بايثون او بي اتش بي يقدر ان هو يبني السوليوشن بتاعه. دوت نت برضه من اللغات بالمناسبه، يعني السي شارب والفيجوال ستوديو دوت نت متاحه، يقدر ان هو يستعملها ويشتغل عليها. طيب هنبتدي ندخل جوه بروجكتس، يعني انا هدخل انا خلينا من البدايه خالص، انا هعمل ادخل في السي، هعمل مشروع او فولدر جديد باسم بروجكتس. تمام، اقدر اعمله في اي جزء عندي على الجهاز. هدخل اعمل فولدر جديد واسميه فورج داش لاب او لابراتوري او المعمل بتاعي، وهبتدي ان انا ادخل جوه الفولدر دوت من جوه الفيجوال ستوديو كود. طيب احنا هنا انتهت الفانكشن. زي ما احنا شايفين دي عمليه الناتيف موديول انستاليشن سكريبت، ده يمكن اللي احنا قلناه اللي هي الفيجوال ستوديو بيلد تولز والبايثون. فهو هنا بيبتدي ان هو ينفذ الانستاليشن بتاعه. طبعا انا الانستاليشن ده نفذته قبل كده، فانا هسيبه يشتغل على جنب بدل ما نضيع وقت معاه، لان هو بياخد حوالي ربع ساعه في الانستاليشن لوحده. تمام، فاحنا هنسيبه هو يشتغل. تمام، وهنبتدي احنا نمشي مع الخطوات بتاعتنا. ما نزلش نود قبل كده وما نزلش الفيجوال ستوديو، الخطوات ديت يعني هيبتدي ان هو ايه ينفذها. زي ما قلت لكم بتاخد حوالي 10 دقائق او ربع ساعه، طبعا حسب الانترنت سبيد، حسب ما هم كاتبين الداونلود بتاعه الناتيف موديولز دي حوالي 3 جيجا بايتس، فبرضه حسب الانترنت كونكشن مع اليوزر بتاعنا. هنقول له اكزيت. تمام، وهنبتدي ان احنا نبني اول سوليوشن موجود معانا جوه الفيجوال ستوديو. اول حاجه بنعملها بندخل بنقول له فايل اوبن فولدر، وده معناه ان هو هيدخل على فولدر معين يبتدي ان هو يعتبره البروجكت او الورك سبيس بتاعه. فانا هقول له لو سمحت ادخل جوه بروجكتس، ادخل جوه فورج لاب، وابتدي شغل معايا الانفايرمنت بتاعتي. تمام، هنبتدي مع الخطوات الاولانيه بتاعتنا، وهي ان احنا نعمل الهالو وورلد بتاعنا او اول ابلكيشن مكتوب باستخدام النود جي اس، اللي من خلاله نقدر ان احنا نبتدي ننفذ الخطوات بقى اللي بعد كده ونستفيد منها ازاي. اول حاجه هنعملها هندخل جوه اللاب بتاعنا، وهنبتدي نقول له فايل نيو فايل معانا. تمام، نيو فايل بقدر ان انا انفذها من فايل نيو فايل معايا، بقدر ادوس كنترول ان، بقدر كمان ان انا ادوس على النيو فايل ايكون اللي موجوده جوه البانل بتاعه الاكسبلورر اللي انا موجود عليها جوه اللي انا موجود عليها جوه الفيجوال ستوديو كود، وهبتدي ان انا اكتب اول اوامر عندي موجودين جوه الابلكيشن بتاعي. هكتب اول حاجه var express
هنا var express. أعتقد الخط صغير مش كده. خلينا ندخل جوه الconfiguration بتاعه في الفيو وفي الappearance نقول له zoom in. شوية نكبر التكست بتاعنا. ممكن كمان نكبره مرة كمان. تمام. appearance ونقول له zoom in كمان عشان الدنيا تبقى أوضح للشاشات الأصغر شوية. احنا كمان مش محتاجين الفول سايز او الناتيف سايز بتاعنا. احنا اول سطر معانا هنكتبه هنقول له لو سمحت يا استاذنا الكريم ادخل معانا واعمل الكوماند الاول بتاعك ان هو حاول تروح تكلم اللايبرري اللي اسمها اكسبريس عندنا وشوف ايه اللي احنا ممكن ان احنا نعمله. تمام. طيب ايه هي الاكسبريس؟ الاكسبريس دي عباره عن لايبرري موجوده جوه النود جي اس بيقدر من خلالها ان هو يعمل ويب سيرفر او يعمل اول نسخه من الويب ابلكيشن بتاعنا. طيب بنكلمها ازاي؟ بنقول له var express equal require. تمام. هنفتح مع بعض قوس ونقول له express زي ما احنا شايفين هنا كان نقدر ان احنا اكسبريس ونقفل معانا. تمام. وبنقفل بالسيمي كولون المعروفه معانا جوه الايه؟ جوه الجافا سكريبت. طيب يبقى انا قلت له لو سمحت اعمل اوبجكت جديد اسمه اكسبريس والاكسبريس ده روح لموديول اسمها اكسبريس عندي في النود ابتدي اشتغل عليه. طيب انا دلوقتي لو حاولت انفذ الكود مش هيشتغل. ليه؟ لان انا ما قلتلوش لسه ان انا عندي برنامج والبرنامج دوت جواه اللايبرري بتاعت الاكسبريس. يعني هبتدي اعمل ايه؟ هدوس على تيرمينال واقول له نيو تيرمينال. التيرمينال دي هي الكوماند لاين بتاعي اللي انا بشتغل عليه جوه الفيجوال ستوديو، هو اللي بشتغل عليه جوه الويندوز، هو بعد كده كمان لما بعمل ديبلوي للسيرفر ده على الكلاود او على لينكس سيرفر بيقدر ان هو ياخد الاوامر بتاعتي منه. فاول حاجه بقول له عليها لو سمحت اعمل npm initialize او init. سو يبقى انا هنا بقول له ايه؟ لو سمحت يا برنامج اللي اسمك npm اعمل initialize للكود بتاعي. تمام. او اعمل initialize للابلكيشن في الفولدر اللي هو في projects forge lab وهقول له انتر. هيبتدي هنا يسالني بعض الاسئله. ايه الباكج نيم او البروجرام نيم عندي؟ هو مفترض ان هو بنفس اسم الفولدر بتاعي، فمجرد ان انا هدوس انتر هيبتدي ياخد الديفولت سيتنج الفيرجن 1 ده الديفولت. الديسكربشن انا مش محتاج احط ديسكربشن دلوقتي. الانتري بوينت بتاعتي index.js. انا هغير الفايل دوت بعد كده وهسميه star.js، بس حابب ان احنا نبص مع بعض ازاي هنغيرها بعد كده من جوه الفيجوال ستوديو مش من الديفولت بتاعتي، مش من الديفولت بتاع ال npm. فهنسيبه زي ما هو index.js. اقول له تيست كوماند انا مش محتاج، جيت ريبوزيتوري مش عايزه، keywords author، كل دي تفاصيل لو انا الكود بتاعي هيتنقل بعد كده على البرنامج او الموقع بتاع ال npm او اللي هي النود باكج. تمام. البيانات دي هتكون مهمه بالنسبه له، غير كده احنا بالنسبه لنا ككود مش محتاجين ان البيانات دي نستخدمها معانا. فهقول له is this okay؟ yes. كده انا نفذت اول كوماند معايا، وهنلاحظ ان بقى عندي برنامج او عندي ملف هنا اسمه package.json، والجيسون ده هو الكونفيجريشن فايل، هو الطريقه اللي الجافا سكريبت بتقرا بيها الفايلز جوه الكونفيجريشن وجوه الكود بتاعها. تمام. وهو بالمناسبه نفس الفورمات اللي البيانات بتتنقل بيه من والى الفورج بلاتفورم، وتقريبا معظم التكنولوجيز دلوقتي اللي شغاله على ال HTTP request. تمام. الامر الثاني اللي هنفذه اللي هو npm install. تمام. express ده معناه ان انا هنفذ دلوقتي تحميل لللايبرري بتاعه الاكسبريس موجوده، هدخلها معايا جوه الفولدر بتاعي زي ما احنا شايفين بيحصل له fetch او الملفات بيتعمل لها install. وهنا احنا هو عمل انستليشن ل 50 باكجز، هنلاقي هنا كمان ان ظهر عندنا دوت لوك فايل. تمام. وظهر معانا هنا نود داش موديولز او نود اندرسكور موديولز، لو فتحناه هنلاقي جواه ال 50 باكج اللي هو نزلها وحملها، واللي اهمها هي الاكسبريس
تمام اللي احنا شايفينها، وكل الباكجز الثانيه دي باكجز الاكسبرس بتعتمد عليه. تمام، طيب بكده ابقى انا لو نفذت الكوماند بتاعي دوت هيبتدي ان هو يبتدي يستخدم او يقرا من اللايبرري بتاعه الاكسبرس. هقول له فايل سيف، وهقول له الملف ده لو سمحت جوه الفولدر بتاعي سميه start.js. تمام، وهعمل سيف. هنلاحظ هنا ان اول ما الفايل اتحول معايا لدوت جي اس الكالر او السينتكس هايلايت ابتدى يظهر معايا، وال فيجوال ستوديو كود ابتدى كمان ان هو يديني معلومات عن الاليمنتس اللي موجوده معايا، ان الاكسبرس ده اوبجكت، ان الامر ريكوير ده بيقدر ان هو ياخد نود موديول ويحملها في الاوبجكت اللي اسمه اكسبرس. انا بعتذر لو اي حد ما عندوش باك جراوند عن الديفلوبمنت، الجزء الثاني بالنسبه له مش هيبقى مفيد قوي. الجزء ده موجه للناس اللي عندها خبره في البرمجه. تمام، مش لازم يكون عندك خبره جافا سكريبت، ولكن بصيص من البروجرامنج لانجويجز، يعني فاهم ان يعني ايه فاريبل، ان يعني ايه اوبجكت، الاوبجكت ده بكلمه ازاي. زي ما احنا شايفين هنا، احنا هنا بنديكلير فاريبل او بنعرف فاريبل، الفاريبل ده بنسميه اكسبرس، ونوعه بيبقى جاي من اللود او امر الريكوير اللي بيجي معايا من الامر بتاع الريكوير. الريكوير ده الامر بتاع لود بتاع النود. تمام، طيب احنا كده حملنا اللايبرري بتاعه الاكسبرس، وابتدينا ان احنا ناخد الكوماند الثاني معانا، وهنقول له لو سمحت اعمل من الاكسبرس لايبرري دوت اوبجكت تاني اسمه ابلكيشن. ابلكيشن هو نسخه البرنامج اللي انا هبتدي انفذه جوه اكسبرس، وهيكون ان انا بعمل لود او بعمل انيشاليز للاوبجكت اللي اسمه اكسبرس اللي انا حملته من الايه، من الموديول ديت او اللايبرري. يبقى انا اول امر عندي حملت اوبجكت في اللايبرري ديت، الامر الثاني عملت له انيشاليز او ستارت، وحملت النسخه بتاعه اللايبرري اللي ران ديت والانيشاليز جوه فاريبل اسمها. تمام، طيب الخطوه اللي معايا اللي بعد كده ان انا هحاول اكلم الاب ده، وخلي الاب عندي بيعمل مجموعه افعال. اول حاجه عندي ان هو لو سمحت يا اب لما يجي لك ريكوست، الريكوست دوت نوعه جيت. تمام، وده بالنسبه للناس اللي بتشتغل في الويب ديفلوبمنت هو امر الريد، ان انا لو طلبت من الويب سيرفر بتاعي ريد لملف من الملفات، فانا بقول له لو سمحت جيت الفايل دوت. فيبقى انا هطلب دلوقتي الابلكيشن بتاعي ان لو جاله ريكوست بامر ريد لايه بقى؟ للكونتنت اللي موجود معايا اللي هو الروت او اللي هو الديفولت لوكيشن في السيرفر. تمام، لو سمحت نفذ الفانكشن اللي هكتبها لك دلوقتي. يبقى انا عندي هنا اوبشن اسمه جيت او امر اسمه جيت، لما الويب سيرفر يجي له الريكوست بالديفولت، الديفولت ده هو الباك سلاش ديت، ده معناه ان هو انا ببعت ريكوست للسيرفر من غير ما اطلب منه اي اسم للصفحه. تمام، لما يجي له ريكوست بالاسم دوت هترجع ايه، ايه اللي انت هتجيبه؟ هتجيب النتيجه بتاعه الفانكشن اللي هنكتبها مع بعض، هنكتب فانكشن. تمام، ودي برضو بالمناسبه واحده من الحاجات اللي احنا بنتعلمها جوه الجافا سكريبت، ان الجافا سكريبت عباره عن مجموعه من الفانكشنز جوه بعض. يعني الجافا سكريبت نفسها ما بتبتديش من اوبجكت مين مثلا ومين، ده بيبقى فيه فانكشنز، لا هو مجموعه فانكشنز انا بشتغل عليها، ومن جوه الفانكشن دي بتبتدي تنفذ اوامر مختلفه. طيب يبقى انا اول حاجه هعملها هقول له لو سمحت الفانكشن دي هتجي لك من الاكسبرس بالريكوست، الريكوست ده اللي هي بيانات الايه الكول اللي جاي لي. تمام، وهيجي لي باوبجكت تاني اسمه ريسبونس، الريسبونس ده اللي هو الناتج اللي انا هبتدي ارد بيه على محتويات الريكوست ده. هفتح الكيرلي براكتس، وده معناها ان اللي جوه الكيرلي براكتس ده هو الكود اللي الفانكشن دي بتعرفه. تمام، طيب هريسبوند بايه؟ هقول له لو سمحت الاوبجكت اللي اسمه ريسبونس او ريس. تمام، هقول له لو سمحت رجع سنت، يعني ابعت للي طلب منك الريكوست دوت التكست ده، هلو
وورد. تمام؟ يبقى انا كده من خلال الامر بتاعي وبرضو اقدر اقفل بالكيرلي براكت. بالمناسبه مش ضروري اقفل بالكيرلي براكت، دي اخر كوماند معايا في الفانكشن. فالسيمي الكيرلي براكت ده يقدر يقفل بيه. طيب هقفل برضو الكيرلي براكت بتاعي. تمام؟ وابتدي اقول له لو سمحت يا ابلكيشن يلي مبني من الاكسبريس لايبرري، استنى اي ريكوست يجيلك على البورت اللي رقمه 3000. وللي مش فاميليار بالويب ديفلوبمنت، كل سيرفر موجود على النتورك ل 64000 بورت مختلف. يعني انا بقدر اكلم السيرفر ده بالاي بي بتاعه، تمام، ولازم احدد انهي بورت اللي هو بيسمعه علشان يرد لي بيه. الديفولت بورت اللي كل الويب سيرفرز بتستعملهم هو بورت 80 وبورت 443. بورت 80 ده لو انا بكلمه من غير انكريبشن، من غير تشفير، تمام. وحتى في الحاله ديت البراوزر عندي بيقول لي ان دي ويب بيج مش سكيور، تمام. والطريقه الثانيه اللي هي ال 443 اللي بتخلي البراوزر يكلم الويب سيرفر بطريقه متشفره، تمام. ودي ليها ايه يعني سيت اب بعد كده احنا مش هناخده مع بعض النهارده، تمام. طيب يبقى انا كده هنا اول حاجه عملتها عملت الهالو وورلد بتاع الاكسبريس. كده انا كتبت اول امر لما يجي له ريكوست على الباك سلاش فيرد بالهالو وورلد، وخليه الاكسبريس يسمع الكود اللي هيجي على البورت 3000. هعمل سيف، تمام، وهقول له لو سمحت جو، وهقول له ستارت ديباجينج او ابتدي اعمل ران للابلكيشن بتاعي، تمام. الفيجوال ستوديو كود عنده كذا شكل يقدر ان هو يعمله، منها احنا هنا هنختار النود جي اس علشان افهمه ان ده ابلكيشن هتشغله من خلال النود، تمام. فهقول له نود، تمام، هلاقي ان هو هنا راح جاب النود جي اس شغلها وقال له لو سمحت اعمل لي ران على الايه، على السكريبت اللي اسمه ستارت دوت جي اس، تمام. هنلاحظ هنا ان بقى في عندنا تول بار، التول بار ده الخاص بالديباجنج. لو انا حطيت ما يسمى بالبريك بوينت، وده للناس اللي بتشتغل في البروجرامنج عارفاه، تمام، اقدر ان انا اوقف الاكسكيوشن بتاعي عند الفانكشن دي. يعني انا اول ما اختار هنا بريك بوينت، اول ما هيجي يكلم الامر دوت هيقف قبل ما ينفذه ويخليني اقدر افهم طبيعه الكونتنت اللي جوه الكود بتاعي وهو شغال. طيب انا كده عندي البروجرام راننج زي ما احنا شايفين، علامه البوز موجوده، ده معناه ات از راننج كود. عندي طبعا الاوبشن ان انا اقفل او اعمل ستوب للبروجرام بتاعي. يبقى هو دلوقتي بيعمل ايه؟ هو واقف عند الامر بتاع الليسن وقاعد يعمل لوب بتتكرر كل ملي سكندز، تمام، علشان لو حد حاول يكلم البورت رقم 3000 هو يروح ويعمل اكسبت للايه، يعمل اكسبت للريكوست ده. طيب احنا ازاي نعمل اول ريكوست لينا؟ اول ريكوست هنعمله مع بعض هو من خلال ان احنا نكلم الويب سيرفر بتاعنا. طيب احنا لو انا عندي السيرفر بتاعي موجود عندي في اللوكال ماشين، فانا عندي طريقتين اكلم بيها، ان انا اكلمه باي بي معين اسمه 127.0.0.1، تمام. وال127 ده معناه ان انا بكلم نفس الجهاز اللي انا جواه، يعني انا مش محتاج احط السيرفر بتاعي في جهاز تاني واروح ادور على الاي بي بتاعه وبعدين ابتدي اكلمه، تمام. طيب لو انا حاولت اعمل كده دلوقتي هيرفض. ليه هيرفض؟ لان انا ما حددتش البورت بتاعه. هو هنا بيقول له ايه؟ ريفيوز تو كونكت. ليه؟ لان هو البورت الاصلي اللي هو بيحاول يكلم عليه الاي بي دوت مش شغال. ايه الاي بي الديفولت ده؟ اللي هو 80. طب بس انا قلت للسيرفر بتاعي وللنود ابلكيشن بتاعي ان هو يسمع اي كوميونيكيشن بتيجي على الايه، على بورت 3000. يبقى انا محتاج اقول له لو سمحت روح كلم السيرفر ده على بورت 3000، تمام، وهدوس انتر. طيب ايه اللي احنا شفناه اهو؟ هالو وورلد. ده المحتوى اللي اتبعت لي من السيرفر لما انا كلمته بالبورت رقم 3000. طيب هو عرف منين ان ده اللي انا اقدر ارد عليه؟ لان الديفولت بورت بتاعي او الديفولت بيج بتاعتي هي الروت، هي اللوكيشن ده اهو. فانا السيرفر ادرس عندي مقسوم لثلاث اجزاء، السيرفر نيم او الاي بي ادرس بتاعه، نقطتين فوق بعض، البورت نمبر، وبعدين اي حاجه بعد البورت نمبر تبتدي تبقى هي الايه،
الباث بتاعي او الراوت اللي انا هسمع منه الحاجه اللي عندي. طيب لو انا كتبت هنا run مثلا هيقول لي ايه؟ هيقول لي cannot get run. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو حاول دلوقتي يروح للسيرفر اللي هو اب ويكلمه على بورت 3000 ويقول له لو سمحت شوف لي الفانكشن اللي بترد على امر get run. لو انا كده دلوقتي عملت ريستارت للسيرفر هيقدر ان هو يرد على run. انا عملت كده ريستارت زي ما احنا شايفين ورجعت للكود بتاعي وعملت run، هيبقى دلوقتي بيرد على hello world. لو انا شلت دلوقتي كلمه run وحاولت استارت هنا هيقول لي cannot get root. تمام، يبقى انا كده بقدر من خلال الامر بتاع get احدد هو بيرد عندي على انهي مشكله. طبعا انا بقدر ان انا اخد الشغل بتاعي واعمل له كوبي تمام واعمل له بيست تمام كده واغير الفاريبل بتاعي run واقول له هنا hello world in run route تمام واقول له restart. هتلاقيه هو عمل اوتوماتيك سيف وعمل ريستارت للسيرفر. ودلوقتي انا لما اكلم ال 3000 هيقول لي hello world، ولما اكلم hello world run هيقول لي hello world in run route. طيب اللي انا بعته لحد دلوقتي عباره عن تكست. لو انا حابب ابتدي ابعت HTML ممكن اقول له هنا ابعت ابسط HTML في الدنيا ممكن يتبعت، وهو ان انا هحط البي تاج، والبي تاج دي معناها ان التكست اللي ما بين التاج ده وقفله التاج ده معايا هيبقى بولد تمام، واقول له ريستارت علشان يقدر ياخد الكود الجديد بتاعي. بالمناسبه انا لو عدلت اي حاجه في الكود بتاعي وعملت سيف من غير ما اعمل ريستارت الابلكيشن النود جي اس مش هيقدر ان الفايل ده اتعدل معايا تمام. طيب لو انا عملت ران تاني اهو هنلاقي ان الكود بتاعي بقى ايه؟ بقى ران ذا بولد. طب هو دلوقتي ظهر عندي البولد دوت، لو احنا بصينا هنا على فيو بيج سورس هنلاقي ان هو بالظبط الكونتنت اللي انا بعته له في الكود هو ده الكود اللي هو ايه استقبله تمام. طيب هل ده ملف HTML صحيح؟ لا، بس البراوزر عندنا من الحاجات اللطيفه ان هم بانوا البراوزرز بحيث ان اي كود بيدخله هو بيحاول يفهمه بيحاول يتعامل معاه. ممكن يبقى ناقص ال HTML تاج، ممكن يبقى ناقص التاج اللي بتقول له هو البرنامج ده بأي لغه، ممكن يبقى ناقص اي حاجه ليها علاقه بالستايل ليها علاقه بالجافا سكريبت. خلاص هو بيحاول اللي موجود معاه يقرا، فلو جاله تكست ما هواش واخد اي تاجز بيظهروا لنا زي ما احنا شايفينه كده تكست. لو ابتدى يلاقي تاجز ليها علاقه بال HTML زي البي مثلا او البي ار اللي بتعمل لنا سطر جديد بيقدر ان هو ياخد بقى ايه الكود دوت ويحاول ان هو ايه ينفذه معاه تمام. طيب يبقى احنا كده عملنا الهالو وورلد بتاعنا، اول برنامج موجود معانا على النود وشفنا ازاي بنشغله تمام. هنبتدي نعمل اول ويب بيج بقى، اول صفحه عندنا النود عايز يفهمها ويبعتها لليوزر بتاعنا بشكل سريع. هنوقف دلوقتي الكود اللي احنا كتبناه ونرجع على الاكسبلورر عندنا وهنبتدي نقول له لو سمحت اعمل فولدر جديد والفولدر ده سميه فيوز تمام، وجوه الفيوز دي هنحمل بقى عدد من الملفات بتاعتنا اللي جوه اللي البرنامج عندنا بيقدر يقراه تمام. هدخل هنا واقول له نيو فايل تمام، وهقول له الفايل ده اسمه index.ejs. ايه الاي جي اس ديت؟ احنا شفنا نوع واحد من الملفات اللي هو الجي اس. طيب ايه بقى الاي جي اس؟ الاي جي اس ده عباره عن ملف جواه HTML وفي جزء من التاجز بيفهمها الجافا سكريبت انترنالي تمام. طيب هنحط ايه جوه الفيوز ديت؟ هنقول له لو سمحت خد اعمل لي هنا ايه، هناخد نعمل كوبي وبيست للكود اسهل ما نقعد ان احنا نكتبه مع بعض او خلونا نكتبه سوا. انا هبتدي اعمل HTML تمام، اقفل التاج، هلاقي ان هو عمل لي الاند تاج بتاعتي. ده معناها ان اي تكست موجود معايا هيكون بصيغه ال HTML وهو كده هيفهم ايه اللي موجود. هبتدي اعمل كمان هيد تاج ودي هتقول له التفاصيل المبدئيه اللي هو هيشتغل عليها، وهقول له تايتل تمام، واقفل التاج دي زي ما احنا شايفين كده بقى معانا التاج.
للناس اللي فاميليار بال HTML ومش فاميليار بال EJS، هنا اول حاجه هتبتدي تظهر معانا مختلفه عن ال مختلفه عن ال HTML، وهو ان انا هعمل تاج. التاج ديت بتبتدي معايا بالبرسنت مارك، تمام كده، وهقول له لو سمحت بالبرسنت مارك كده نفذ لي الكود اللي موجود جوه اللي هو تايتل، وهقفل بالبرسنت مارك الثاني واقفل التاج بتاعتي. طيب دي سبيشال تاج، تمام. الاي جي اس بيقدر يفهمها ان لو سمحت روح دور على فاريبل اسمه تايتل وحط التكست ده مطرح، تمام. هنكمل معانا بقيه الكتابه وهنبتدي نعمل البادي تاج بتاعنا، وهنحط البادي معانا وهنحط اتش 1 تاج اللي هي الهيدنج 1، واللي برضو هناخد معانا فيها نفس التايتل تاج ديت، هنعمل لها كوبي وبيست معانا، وبعدين هنعمل الاتش 1 تاج دي، وهنعمل تاج اسمها اتش ار، ودي بتعمل خط هوريزونتال عندنا في التاج، والتاج دي مش محتاجه ان هي تتفتح وتتقفل، دي بتتقفل بنفسها. وبعدين هنبتدي ناخد البي اللي هنحط جواها البادي او الكونتنت معانا، هنبتدي برضو ناخد نفس التاج اللي احنا جربناها ونقول كونتنتس، تمام، ونقفل بالبرسنت تاج تاني، تمام، وهنعمل سيف للفايل. طيب احنا دلوقتي هل النود جي اس بيقدر يقرا الاي جي اس؟ لا، النود جي اس ما بيقدرش يقراها باي ديفولت، لازم ادخل احمل عنده كومبوننت او موديول بيقدر يقرا الاي جي اس ده ويفهمه، فهقول له npm install اي جي اس، تمام. الديفولت تمبلت لانجوج او الديفولت تمبلت لايبرري اللي جوه الام بي ام اسمها جيت، تمام، وانا بيرسونالي ما بحبهاش قوي يعني، لان هي بتبعدنا شويه عن الشكل الاصلي بتاع ال HTML، تمام، فانا بحب ان انا اعمل انستول للاي جي اس ديت بدل الايه؟ بدل ال بدل الجيد تمبلت يعني. الناس اللي بتشتغل بي اتش بي دي الطريقه اللي احنا متعودين عليها كلها في كتابه البي اتش بي، يعني اللي هو بنسميه ايه؟ البلين بي اتش بي، تمام، وهو ان انا بضمن كود بلوكس جوه فايل البي اتش بي وبعد كده بخلي البرنامج يعمل له ران جوه، تمام. طيب هرجع للستارت جي اس وهبتدي اغير شويه في ايه الكومبوننتس اللي عندي. طيب هعمل ايه؟ انا هنا هبتدي اعمل بقى كوبي وبيست لان احنا هيبتدي الكود يكتر معانا، تمام، فهنحتاج ان احنا ايه نبسط على نفسنا الكتابه. هنبتدي ان احنا نيجي نقول له هنا var path require path، ودي لايبرري ثانيه جوه الاكسبرس هتسمح لي بعد كده ان انا اقدر اشتغل مع الباثز دي بشكل احسن واسرع معايا، تمام، او اللي هي الايه اللوكيشنز. وهبتدي ان انا اقول له كمان في عندي اي بي اي ثانيه او عندي كوماند ثاني مهم بالنسبه لي، هو ان انا اعرفه ان احنا الفيو انجن بتاعنا هو الاي جي اس، يبقى انا هقول له اب سيت فيو انجن اي جي اس. طيب والاي جي اس فايلز دي بتيجي منين؟ دي بتيجي من الفولدر اللي اسمه فيو اللي جوه الروت فولدر بتاعنا، وده سبيشال فاريبل النود بتديه لنا في اللوكيشن بتاعي اللي هو هنا ايه بالنسبه لي انا، اللي هو مش بقى بروجرام فايل، اللي هو بالنسبه لي سي بروجكتس ستارت دوت جي اس، فورج لاب ستارت دوت جي اس، تمام. يبقى انا كده عرفت عندي ايه الفيو لانجوج اللي احنا بنشتغل عليها. هبتدي اعرف الراوت بتاعي زي ما احنا شفناه كده بامر الجت اللي موجود معايا، ولكن بطريقه ثانيه. فانا هدخل اشيل الاوامر ديت، اشيلها معايا واحافظ بس على امر الليسن والامر بتاع السيت اللي احنا حطيناه، وابتدي اعمل بيست للروت راوت. الروت راوت ده بقى هيقول له ايه؟ لو سمحت لما يجي لك ريكوست على الروت دوت او الراوت دوت، مش بقى تستخدم الفانكشن دي في ان انت ترد على حاجه، لا، روح للملف اللي موجود معانا جوه فولدر اسمه راوتس جوه اندكس. هنا هنلاحظ حاجه ان احنا لما جينا نتكلم اكسبرس قلنا بس اكسبرس، ليه؟ لان انا لما بقول له هنا اكسبرس النود بتعرف ان انا رايح ادور على موديول جوه النود موديولز، فتدخل على نود موديولز وتدخل على اكسبرس بنفسها، وهتلاقي ان في عندها بقى ايه زي ما احنا شايفين هنا الايه الباكج جيسون اللي بيعرفها الملف اللي هي تبتدي تقرا منه عامل ازاي، تمام. ولكن انا لما ببتدي احمل جزء من البرنامج عندي
بقول له ان احنا بنبتدي هنا من الدوت، والدوت دي هنا في حاله الريكوير هي الايه، هي المكان بتاع ستارت دوت جي اس اللي هو الروت بتاع البروجرام بتاعي. تمام. طيب يبقى انا هنا هروح لفولدر اسمه routes وهعمل جافا سكريبت فايل تاني اسمه اندكس. طيب يبقى انا ايه، هروح هنا وهقول له كرييت فولدر وهسمي الفولدر بتاعي routes. تمام. وهعمل جوه routes فايل اسمه index.js. تمام. وهلاقي ان الفايل بتاعي اتفتح هنا، فهبتدي ان انا هدخل جوه الكود اللي موجود جوه الاندكس ده وابتدي اديله حاجه تقريبا شبه اللي احنا شفناها مع بعض. تمام. ولكن بشكل ايه، متقسم عن الابلكيشن بتاعي. طب ليه احنا بنعمل كده؟ علشان ما يجيش البرنامج بتاعي كله يبقى في الملف دوت ستارت او اللي هو ستارت دوت جي اس. لا، هو الكود يبتدي عندي يتقسم زي ما احنا شايفين كده، فيو وراوت هيبتدي يهاندل الراوتس اللي عندي، وستارت هيبتدي يشغل الايه، الابلكيشن كله. طيب هنا عندي ده بيعمل ايه؟ بيروح ياخد الايه، يحمل اللايبرري بتاعه اكسبرس ويحمل اللايبرري بتاعه راوتر اللي احنا شفناها معانا في الستارت. فاحنا هنا شفنا الايه اللي هي الستارت، هو اندكس راوتر هيوز الايه الراوتر دوت، هيروح معانا يبتدي بقى يقول راوتر زي ما احنا قلنا الاب قبل كده، لما يجي لك جيت ابتدي ينفذه هو كمان هيقول لو سمحت يا راوتر اللي هو جزء من الاب عنده اللي جوه اكسبرس، لو سمحت لما تشتغل لما يجي لك ريكوست بامر جيت جاي على اللوجن بيج الاساسيه او الهوم بيج الاساسيه، استعمل برضه نفس الفانكشن اللي احنا شفناها بالريكوست والريسبونس. بس هنا بقى هتعمل ايه؟ مش هتسند بقى، الريسبونس بتاعك هيبقى عباره عن ريندر. تمام. والريندر دوت بفيو اسمها اندكس، هو عارف ان انا الفيو تمبلت بتاعي هو اي جي اس، فهيروح جوه الفولدر اللي انا قلت له ان الفيو اندكس بتاعي او الفيو انجن بتاعي موجود فيه، وهيروح على اول فايل اسمه اندكس والاكستنشن بتاعه احنا حددناه له هنا في الايه، في الستارت. تمام. طيب هتقول لي انا ليه هنا الفايل اندكس دوت حطيت له اكستنشن دوت جي اس؟ لان اي كود جوه جي اس هو ده جافا سكريبت، والامر بتاع الريكوير جوه نود بيفهم اوتوماتيك ان ده ملف جافا سكريبت ما دام مش موديول. تمام كده، ما دام انا مش ايه، مش بدي له السنتكس بتاع الموديول اللي بيدخل جوه نود موديولز. تمام. يبقى انا هدخل جوه اندكس دوت جي اس. تمام. وهقول له لو سمحت لما يجي لك ريكوست، تمام، رد عليه بالريسبونس اللي هيرندر الفيو اللي اسمها اندكس، وحط له الفاريبلز بقى لو تفتكروا الفاريبلز اللي احنا كتبناها مع الفيو اللي هي تايتل وكونتنت. تمام. فدي المعلومات اللي جوه التايتل، ودي الكونتنت اللي جوه الفاريبل اللي اسمه كونتنت. تمام كده. وهنقول له سيف، هنروح لكارت جي اس وهنقول له سيف، وهنقول له كمان اعمل لنا رن، نقول له لو سمحت استعمل النود تمبلت دوت او النود كونفيجريشن. هنا لما هروح بقى للابلكيشن بتاعي، طبعا لو حاولت ارن دلوقتي على رن هلاقي ان هي مش هتدي حاجه، لان احنا شلنا الايه، الفانكشن اللي بتريسبوند للراوت اللي اسمه رن. تمام. هاجي على الروت راوت عندي، بالمناسبه انا كمان عندي اقدر ان انا اسمي الهوم بيج بتاعتي بدل ما هي بالاي بي ادرس ده، اقدر اقول لها لوكال هوست. لوكال هوست ده عباره عن الياس او زي شورت كات لنفس الاي بي ادرس اللي هو عندنا ال 127.0.0.1. تمام. يبقى انا هنا لوكال هوست، هنا شفت انا ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل عندي ان النود ابلكيشن راح على الفانكشن اللي موجوده معايا جوه الستارت، دور على مين الراوت او مين الراوتر اللي بيرد على الروت، وراح رايح من الاندكس راوت اللي هي موجوده هنا في الاندكس، منها على الفايل بتاع الاندكس، ودور على ايه الفانكشن اللي بترد على امر جيت للروت. تمام. وابتدى يرد بالريسبونس دوت. تمام. طيب يبقى انا هنا لو حبيت ان انا احط بالمناسبه هنا لو حطيت بريك بوينت عشان افهم الفانكشن شغاله ازاي، ممكن كمان نحط بريك بوينت هنا في امر السيت ده معانا. تمام. او امر الايه الليسن هنا. تمام. لا كله مش ايه، مش كده معايا. طيب وابتديت ان انا اقول له ارجع تاني للفانكشن واقول له رن، هلاقي ايه اللي بيحصل؟ ان هنا لودنج، واللودنج ده ما وقفش، وان حصل ايه، هايلايت هنا موجود عندي. ليه؟ لان هو مشي 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 ووصل للامر بتاع الريندر ووقف عنده. هنا الريندر بيقول لي شويه الديتيلز اللي موجوده معايا
جواه، واقدر كمان ان انا اشوف ايه الفاريبلز اللي موجوده معايا. يعني زي ما انتم شايفين انا لو بصيت اهو على ريكوست هتظهر لي الفاريبلز اللي جوه الريكوست نفسه، يعني الاوبجكت اللي جالي من الاكسبرس بالريكوست ديتيلز. هلاقي هنا ان انا عندي الايه التفاصيل زي مثلا الميثود اللي جاي منها، الاي بيز اللي جاي منها، الروز، الكويري، الاوامر المختلفه اللي انا بشتغل عليها. لو بصيت على ريسبونس هلاقي ان ده اوبجكت اسمه سيرفر ريسبونس وفاضي، لسه كله فولس وفاضي. انا بقى لما هدي الامر بتاع الريسبونس دوت هيبتدي يملاه، واول ما الفانكشن دي تخلص هيبتدي ان هو ايه يرجع للبراوزر عندي المحتويات بتاعه الاندكس دي. تمام، هقول له كونتينيو تمام، وارجع على البراوزر الاقي ان اللودنج خلص والملف اتحمل معايا. لو بصيت على السورس كود بتاع الفايل ده او السورس بتاع الفايل ده هلاقي نفس الكلام اللي انا كتبته، ال HTML والهيد والتايتل، بس انا بدل ما العلامه بتاعه البرسنت والتاج بتاعه البرسنت ظهرت معايا محتويات الايه الفاريبل اللي احنا خلينا هنا نوقف، والمحتويات اهي دي ظهرت معايا بدل الايه بدل الكونتنت. طب المحتويات دي جت منين؟ زي ما شوفنا هنا ان وانا برندر الفايل بتاع الاي جي اس ده بعت له الاوبجكت تايتل، وبعت له او بعت له الفاريبل تايتل، وبعت له الفاريبل بتاع كونتنتس. تمام، طيب يبقى انا كده عملت اول صفحه عندي بتريسبوند للايه للفاريبل بتاعي. عايز بقى ابتدي اعمل، احنا لحد دلوقتي ما كلمناش فورج خالص، يلا نكلم فورج. اول حاجه هنعملها هنروح على التيرمينال ونقول له لو سمحت npm install forge-APIs. ايه forge-APIs دي يا احمد؟ forge-APIs دي هي اللايبرري اللي Autodesk كتبتها للنود والجافا سكريبت ديفلوبرز علشان يقروها عندهم جوه الابلكيشن وتبسط عليهم ان هم يبعتوا الاوامر والريكوستات للايه للفورج بلاتفورم. تمام، طيب احنا هنا عندنا زي ما شفنا هو اد 44 باكج اضافيه. تمام، لو فتحنا النود موديولز هنلاقي بقى ايه موديولز اضافيه كمان معانا غير اللي احنا شفناها او اللي نزلت من خلال الايه من خلال الاكسبرس، وكلها بتبتدي من اللايبرري بتاعتنا اللي هي الايه الفورج اي بي ايز اللي بتبتدي ان احنا نقدر نستفيد ونتعامل بيها. تمام كده، طيب يبقى احنا كده عندنا الفورج اي بي ايز نفذناها وعملنا الانستليشن بتاعنا عليها. تمام، لو عملنا ريفرش هنلاقي ان زي ما انتم شايفين هنا النود موديولز كترت وبقت موجوده معايا، وبقى موجود معايا الفورج داش اي بي ايز موديول موجود جوه النود موديولز. تمام، علشان اقدر ان انا اكلمها بنفس الطريقه اللي انا بكلم بيها اكسبرس وابتدي ابني بيها البرنامج بتاعي. انا هقفل البريك بوينت مش محتاجينها خلاص. تمام، هقفل هنا برضو البريك بوينتس احنا مش محتاجينها هنا. تمام، بس هعمل حاجه صغيره ان انا هروح جوه الجافا سكريبت الفيجوال ستوديو الاول واقول له لو سمحت اوبن كونفيجريشنز. تمام، علشان يسيف الكونفيجريشن بتاع النود دوت ويبقى هو الديفولت بتاعي. تمام، واقول له لو سمحت ان الاسم ديفولت بتاع الديفولت سكريبت بتاعي مش هو index.js هو start.js. تمام، واروح كمان في الباكج.json واقول له ان النيم بتاعي اسمه start مش اسمه index. تمام، زي ما انتم شايفين هنا الباكج دوت مش بس خد معايا الديتيلز اللي هي بتاعه الايه الستارت بتاعي، كمان خد معايا ما يسمى بالديبندنسيز، ايه اللايبرز اللي انا عملت لها انستول علشان لما هو يروح يعمل لنفسه انستول في جهاز ثاني ومكنه ثانيه يعرف ان هو ايه يفتش الديبندنسيز دي اوتوماتيك. يعني انا مش كل مره هنزل السورس كود دوت في مكنه جديده لازم ان انا اروح وانفذ كل الايه الاوامر بتاعه الانستول اي جي اس وانستول اكسبرس وفورج اي بي اي. مجرد ان انا ادخل واقول له ام بي ام انستول هو يدخل في الديبندنسيز ويعمل اوتوماتيك داونلود وانستليشن للكود بتاعنا. تمام، طيب يا رب ما نكونش بعاد عن الفهم، يعني ما يبقاش الدنيا تاهت من حد. لو في اي حد تاه ممكن يعمل ريز his hand ونقدر ان احنا ايه نعيد خطوه ثانيه او
نشرح حاجة مش واضحة. هل الدنيا كده واضحة مع الناس كلها ولا محتاجين نقف عند نقطة معينة؟ تمام شمس المرور كله واضح الحمد لله. طيب عظيم، نعتبر ان السكوت علامة الرضا. طيب هنبتدي بقى نعمل معانا اول كود بيقرا من الايه، بيقرا من الفورج. طيب احنا كده حملنا الفورج اي بي ايز، هنعمل فولدر تمام، والفولدر ده هنسميه كونفيج. ليه؟ لان احنا في عندنا شويه فاريبلز كده هنحتاج ان احنا نعمل فيها ايه، نخلي البرنامج يقراها من جوه الكود، ومش عايزين ان احنا نديها له كل مره من الايه، من خلال الكوماند لاين بتاعنا. فهنبتدي نعمل فولدر جديد، والفولدر ده هنسميه كونفيج تمام، وجوه كونفيج هبتدي اعمل فايل جديد واسميه كونفيج تمام دوت جي اس تمام كده. طيب كونفيج دوت جي اس دوت هيكون شغلته ان احنا هنحط جواها شويه فاريبلز، الفاريبلز دي البرنامج كله هيقدر يقراها من علي. طيب هناخد مع بعض الكود اللي موجود معايا وهنبتدي نعمل له بيست تمام. طب بالمناسبه هو الكود ده انا جايبه منين علشان برضو ايه ما حدش يبقى حاسس بعدم التركيز يعني تمام. احنا عندنا اللايبرري بتاعه اوتوداسك فورج، هي اوتوداسك forge.autodesk.com تمام. اللايبرري ديت هي السورس كود بتاعنا، او هي البورتال بتاع كل الكود بتاعنا زي ما انتم شايفين في صفحه الفورج بلاتفورم تمام. عندي الدوكيومنتيشن بتاعي اللي بقدر من خلاله ان انا اشوف كل اي بي اي او كل سيرفيس احنا اتكلمنا عليها مع بعض زي ما انتم شايفين هنا. دي السيرفيسز المعروفه بتاعتنا زي ما شفنا الفيور اتكلمنا عليه، الموديل ديريفاتيف، الرياليتي كابتشر، الديزاين اوتوميشن، الويب هوكس، الداتا مانجمنت، البيم 360. كمان هنحتاج او هنتكلم شويه على الاوثنتيكيشن، وفي عندنا اللي هي توكن فليكس، دي خاصه بالانتربرايز سيستمز مش محتاجين ندخل عليها. طيب لو ابتدينا مع الاوثنتيكيشن مثلا، وهي الاي بي اي اللي بتخلي فورج تعرف احنا مين تمام، فهنلاقي ان احنا في عندنا ديفلوبر جايد، والديفلوبر جايد ده بيشرح خطوه بخطوه ايه البيزكس بتاعه كل حاجه، يعني ايه اب بالنسبه لفورج، يعني ايه كلاينت اي دي بالنسبه له تمام، مجموعه من المصطلحات، وايه الورك فلو اللي انت كديفلوبر بتستخدمه تمام. بعدين في عندنا ستيب باي ستيب توتوريال ازاي بعمل ابلكيشن، وازاي بعمل ما يسمى بتو ليجد توكن. واحنا لو بصينا في كرييت تو ليجد توكن بالمناسبه هنلاقيه بيمشي معانا الخطوات اللي احنا بننفذها، ولكن باستخدام برنامج السي يو ار ال، وده برنامج كوماند لاين بيبعت اوامر للفورج بلاتفورم تمام، وياخد منها ايه ريسبونس تمام، وبرده هنبص عليه شويه بشويه مع بعض تمام كده. طيب احنا اول خطوه عندنا هو قال لنا ايه، اول حاجه كرييت ان اب، ودي الخطوه اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي. هروح على forgething.autodesk.com تمام، هلاقي ان هو هنا بيقول لي انت ايه، انت هنا مش سايند ان، اقول له ساين ان تمام. ده لو انت اوريدي عندك حساب على الايه، على حساب على الفورج بلاتفورم. لو مش عندك حساب على الفورج بلاتفورم هترجع وتقول له ساين اب تو تراي فورج، ده بيدي لك ترايل اكونت لمده 90 يوم بتقدر من خلاله ان انت تعمل الايه، تعمل الترايل بتاعك، وبيكون معاك ما يسمى بالكلاود كريدتس هنستخدم منها شويه. انا هنا هدخل باليوزر نيم بتاعي تمام في الاوتوداسك تمام. بعدين هيحاول يقول لي معلش هتبع الايميل بتاعك، انت مش شركه، انت مش راجل ايه غريب تمام، وهيقول لي هات الباسورد بتاعتك، وبعدين شكرا مش هحسب حاجه، وبعدين هيطلب مني كجزء من السكيورتي الخاص باوتوداسك ان انا ايه
اعمل اوثنتيكيشن للتو فاكتور خلال الموبايل بتاعي. تمام، وده بالمناسبه انت بتقدر تعمل له انيبل او ديسيبل على الايه، على الاوتوداسك اكونت بتاعك، ولكن مش بنفس الانترفيس ده بالظبط يعني. تمام، طيب هنا هناخد بالنا من ايه؟ هناخد بالنا ان انا هنا بقيت ايه، انا اليوزر بتاعي اللي جوه اوتوداسك، وكمان عندي هنا مجموعه الايه، البروفايل بتاعي والابس بتاعتي. اول حاجه هعملها هدخل على ماي ابس. تمام، ان انا اوريدي عامل بعض الابس بتاعتي، وهقول له طب انا عايز اعمل اب جديد، هقول له كرييت اب لو سمحت، هات من الاي بي ايز، هاتهم كلهم. تمام، طبعا احنا على الـ على البابليك ابلكيشنز او اليوزرز العاديين ما بيبقاش في عندنا ايه نفس العدد ده الانترنال بتوع اوتوداسك حاليا يعني، ولكن احنا ايه، انا هعمل انيبل يوم كلهم دلوقتي، وهقول له الاب نيم بتاعي فورج لابز داش بيم داش اريبيا، وده اللي هيظهر عندي بعد كده جوه الايه، جوه البورتال بتاع اوتوداسك. والابلكيشن بتاعي هنا مش عايز له ديسكريبشن، والكول باك هو حاليا مش مهم بالنسبه لي قوي، فانا مجرد اقدر ان انا اقول له يعني HTTP. تمام، ولوكال هوست 3000. تمام، واقفل الايه الادرس بتاعي، بحيث ان هو لما يجي له ريكوست من الادرس ده يعرف ان انا الابلكيشن دوت، فيقبل يعمل له لوجن جوه الفورج بلاتفورم. تمام، بس انا كده ده الاوبشنز اللي انا محتاج ان انا اسجلها عندي، وهبتدي اقول له كرييت اب. تمام، قال لي لا لازم ديسكريبشن، فهقول له سامبل اب فور بيم اريبيا. تمام، واقول له كرييت. هنا هيبتدي يعمل الكرييشن، وهنبتدي نشوف مع بعض الناتج بتاع الكرييشن ده. The app has been created successfully، و بقى موجود معانا معلومتين، المعلومة الأولى اللي هي الكلاينت اي دي، والمعلومة الثانية اللي هي الكلاينت سيكريت. طيب ايه هو الكلاينت اي دي والكلاينت سيكريت؟ الكلاينت اي دي دوت هو الاي دي بتاع الابلكيشن بتاعنا جوه الفورج بلاتفورم، والكلاينت سيكريت ده الباسورد بتاعنا. لو انا عملت فيو اقدر ان انا دلوقتي ايه اعمل كوبي، مجرد ان انا بدبل كليك كده هو بيعمل اوتوماتيك كوبي. تمام، واقدر ان انا اعمل هايد تاني لو انا ايه هبتدي على الكود بتاعي. انا هاجي هنا اقول له الكلاينت سيكريت اللي موجود معانا، لو تاخد بالكم انا يكون عندي فيه غلطه في سبيس هنا، لو السبيس ده فضل هيزعل مني ومش هيرضى يشتغل. تمام، فلازم اشيله ولازم اروح جوه الايه الكلاينت اي دي، وارجع تاني للايه الكود بتاعي واقول له بيست، وكده يبقى انا عندي كلاينت اي دي والكلاينت سيكريت، وعندي الكول باك يو ار ال اللي هو الايه ال 3000 بتاعي. تمام، اوكي، هنا اوبشنز احنا هنبتدي نستعملها في الخطوات اللي جايه معانا في الكود. اعتقد احنا خلاص بنخلص الوقت بتاعنا دلوقتي، فهننتهي بس من الخطوه اللي احنا موجودين عليها، نعمل اللوجن بالكود بتاعنا، وبعدين نستكمل بقى ايه المحاضره بتاعتنا يوم الاربع القادم. تمام، طيب الخطوه الثانيه عندنا ان احنا واحنا جوه الفورج لاب هنعمل فولدر جديد ونسميه مودلز. تمام، والمودلز ده عباره عن الكود اللي هو هيروح يكلم الفورج، فهناخد كمان الكود بتاعنا هنا. تمام، نقول له كوبي، ونرجع للموديول اللي احنا هنبنيها، هنسميها معانا فورج داش اوث دوت جي اس، وده معناها اوبن اوثنتيكيشن، وده البروتوكول اللي هنستعمله علشان ندخل جوه الايه، جوه الفورج بلاتفورم. طيب الكود اللي معانا شكله عامل ازاي؟ هيقول لي لو سمحت اعمل فاريبل اسمه فورج اس دي كي، بياخد من الموديول اللي اسمها فورج داش اي بي ايز، وهات لي اوبجكت جديد اسمه كونفج، بيجي من الفايل اللي موجود عندي في الفولدر اللي اسمه كونفج جوه كونفج دوت جي اس. هنلاحظ هنا ان هو ده قايل لي 2 دوتس 2 دوتس، يعني مش الفولدر اللي انا موجود فيه، الفولدر اللي فوق. تمام، طبعا انا هنا في غلطه ان هو عملت الفولدر ده جوه الايه، عملت الفولدر ده جوه الكونفج. تمام، دي ونت تو موف موف
تمام. فكده انا معايا المودلز موجوده جوه الكود بتاعي مش جوه كونفج، فده معناها ان الامر دوت او الفايل ده هيخرج من مودلز يروح على الفولدر الاصلي بتاع الفورج لاب، وبعدين يدخل في كونفج فولدر ويدخل في الفايل اللي اسمه كونفج. تمام كده، يبقى احنا كده ايه جبنا الكونفج فاريبل وحملنا الكونفيجريشن هنا اللي موجود معانا من الايه من الامر او اللي هو بتاع الريكوير. طيب الامر ده بقى هبتدي ان انا اقول له ايه، لو سمحت في فانكشن انا عايزك تعرفها ان هي ايه مهمه في الفانكشن دي او مهمه في الايه في الفايل دوت. فهقول له هنا لو سمحت اعمل الموديول دوت اعمله اكسبورت للفانكشن دي اللي هي ايه جيت كريدنشلز. جيت كريدنشلز دي فانكشن هتاخد فاريبل اسمه توكن سكوب وهتاخد شويه فاريبلز من الكونفج اوبجكت معانا بالكلاينت اي دي وبالكلاينت سيكريت وبالتوكن سكوب، وهل هيعمل ريفرش، وبعدين رجع اوبجكت جديد جاي من الفورج اس دي كي. الاوبجكت ده جاي من الكلاس اسمها اوث كلاينت تو لينك، وبياخد الكلاينت اي دي وبياخد السيكريت وبياخد السكوب ساعتها. تمام، يبقى انا كده هرجع اوبجكت لما حد يطلب الفانكشن اللي اسمها جيت كريدنشلز دي جاي من الفورج اس دي كي واخد مجموعه فاريبلز جايه من الكونفيجريشن بتاعي. تمام، طيب مين بقى اللي هيكلم الجيت كريدنشلز دوت؟ اللي هيكلم الجيت كريدنشلز ده هو الراوت بتاعي اللي انا هبنيه دلوقتي واللي هسميه اوبن اوث. هعمل كوبي الراوت معايا، تمام، وهروح للفولدر اللي اسمه routes وهعمل فايل جديد اسمه oauth، تمام، .js، وهعمل بيست للكود اللي موجود معايا. الكود ده بيفتح برضو اكسبرس وراوتر وبيروح يدور على الكود اللي جوه الموديل اللي هي فورج اوث اللي احنا لسه كاتبينها دلوقتي جوه مودلز، تمام، ويستعمل الراوتر في ان لما يجي له فانكشن اسمها توكن، تمام، هياخد من الفانكشن دي هيروح يكلم بقى الاوبن اوث دوت الكلاس دي او الاوبجكت ده، هيقول له جيت كريدنشلز، تمام، وهيخزن الناتج بتاعها اللي هو جاي منين عندنا لو نفتكر من الفورج اس دي كي اللي هي ناتج الفانكشن ديت، هياخدها ويبتدي ان هو يستعملها هنا ان هو يديها امر الاوثنتيكيت، وبعدين يبتدي ينفذ الفانكشن دي لما امر الاوثنتيكيت ينتهي بشكل سليم. الفانكشن ديت هتاخد الكريدنشلز جايه لي من امر الاوثنتيكيت وهتقول لو سمحت في الكونسول اللي هي اللي قدامنا ديت قول لي ايه الكريدنشلز ورجع الكريدنشلز دي كجيسون في الريسبونس بتاعي. وهنبص مع بعض ازاي الايه الجيسون بتاعنا هيتقل معانا، تمام، وهو بيقول له في الامر الزن ده لو في ايرور لو سمحت اعمل لي ايرور للايه حط لي الايرور ده في الكونسول عشان نفهمه مع بعض. انا هنا هعمل سيف سيف وهرجع لامر ستارت، تمام، علشان اعرف الراوتر بتاعي دلوقتي، تمام، هبتدي اخد الكود المماثل اللي احنا كتبناه قبل كده في الراوت بتاعنا وهعمل له بيست زي ما شفنا نفس الكود بالظبط. اندكس راوتر بيريكواير من اندكس واوث راوتر بياخد داتا من الاو او، تمام، مش ضروري يبقى نفس الاسم، يعني زي ما احنا شايفين هنا ده هنا اسمه اوث راوتر والكلاس بتاعته او الموديول بتاعته اسمها او او، تمام. طيب هنا لو سمحت لما يجي لك اي كوماند على او اوث استعمل الراوتر بتاع الايه الاوث بتاعي، تمام كده الكلام. طيب هنسيب بقى، تمام، ونبتدي نشوف بقى احنا ممكن بقى ايه نقرا الكلام بتاعنا ازاي، تمام. طيب زي ما انتوا واخدين بالكم احنا عندنا هنا الراوت بيقول لي ايه، بيقول لي open auth والفانكشن نفسها هنا بتقول لي ان الراوت بتاعي مش في دي في الاو اوث الفانكشن بتاعتي بيرسبوند لتوكن، تمام، وده جزء من النود جي اس ان انا لما بروح اكلم الاوث بتاعتي اللي هي الاي او اوث ده هيروح يوديني على فين، على الكلاس اللي احنا كتبناها مع بعض، بس هنا هيقول لي ايه cannot get. ليه؟ لان هو هنا ظهر فيه ايرور الديباج وهتقول لي ان انا دلوقتي بقى عندي ايرور، انا اوريدي ما عملتش ستارت للكود بتاعي، فهعمل جو الاول واعمل ستارت ديباجنج، تمام، واروح للكود بتاعي اقول له لو سمحت ستوب ريستارت. هنا هيديني ايرور ويقول لي ايه ان التوكن ده ما عندوش فانكشن بتقراه وبتشتغل عليه. اهو هنا عندي انكود هاندل كانوت هاندل موديول وكده الابلكيشن بتاعي وقع، ف
تمام. ليه؟ لان ما فيش عندي ايرور هاندلر اللي احنا شفناه في الايه في الفانكشن اللي هي دي فانكشن ايرور ده. تمام. طيب لو انا كملت بقى، طب انا عايز اكلم توكن، هي الكلام بتاع توكن اللي انا عارف ان انا بكلمه من خلال ان انا بكلم مين، او اوث، ورحت مره ثانيه على الفانكشن بتاعتي وقلت له طيب بكلم توكن، وقبل ما اخليه يكلم توكن هعمل ستارت للابلكيشن بتاعي ثاني واقول له ستارت ديباجنج، وافتح الابلكيشن. هنلاقي هنا ان هو ابتدى يعمل يعني كوميونيكيشن، تمام، ورجع عندي برده بيقول لي ان هو ايه حزين زعلان من حاجه معاه، ايه هو اللي زعلان عليها. خلينا بقى نبص عنده هنا في الايه في الفاريبل دوت ونرن ثاني ونقول ستارت ديباجنج و cannot find the module forge OAuth. فforge OAuth هو هنا مش قادر ان هو يقراها، تمام. ده معناه ان هو هنا ايه حاول يحمل المودلز اهوت الموديول ده وما عرفش يحمله، تمام. يبقى هو وقف عند الايه الفانكشن ديت، ما وقفش عند الايه، حتى ما وصلش الفانكشن بتاعه الراوتر، تمام. طيب require models forge دي بقى علشان احنا سميناها forge dash auth، ما عملناهاش رينيم وسميناها او اوث، فده احد الحلول. لو عملنا بقى ران تاني وستارت ديباجنج نلاقي الكود اشتغل، نروح للفانكشن عندنا ونقول له لو سمحت او اوث توكن، نلاقي ان هو بيعمل راننج، تمام. والراننج دوت هنا هو ايه وقف عند البريك بوينت بتاعتي، اعمله كونتينيو، هرجع هنا الاقي ايه بقى، الاقي الجيسون اوبجكت بتاعي. ايه هو الجيسون بتاعي؟ نفس الشكل اللي احنا شفناه وانا بكلم بيه الجافا سكريبت، اكسس توكن وجواها معلومه طويله جدا، وبعدين اكسس تايب المعلومه ديت، وبيكسباير ان بعد كام ثانيه، وبيكسباير ات الوقت اللي هيكسباير فيه من تاريخ الريكوست بتاعي، تمام. وهلاقي هنا الامر بتاع كونسول لوج خد الكريدنشلز واظهرها لي كمان في الكونسول زي ما احنا شايفين تحت، تمام. طيب يبقى احنا كده وصلنا مع بعض لاول عمليه كوميونيكيشن تمت ما بيني وما بين الفورج بلاتفورم. العمليه ديت انا قلت له انا البرنامج اللي بالكلاينت اي دي ده وبالكلاينت سيكريت دوت، وهو رجع لي حاجه اسمها الاكسس توكن. الاكسس توكن دي مهمه معايا جدا، لان انا كل امر بعد كده هبعته للفورج بلاتفورم لازم ابعت معايا الاكسس توكن عشان يعرف ان انا الابلكيشن وان انا الاكونت اللي بيبعت له الريكوست ده هيرجع لي الفايلات بتاعتي والداتا بتاعتي والحاجات اللي انا مسموح لي ان انا اقراها، مش اي ابلكيشن تاني، تمام. علشان يقدر يعزل ما بين كل الابلكيشنز اللي موجوده على الفورج بلاتفورم وما يعتمدش على حاجه لوحدها، تمام. بكده نبقى انتهينا النهارده من الجزء الاول من المحاضره معانا، او الجزء الاول من الجانب العملي يعني. ان شاء الله المره الجايه هتكون معانا يوم الاربع القادم بنفس الوقت لما ابتدينا، وهنبتدي في الجانب العملي على طول. لو حد عنده اي اسئله ممكن يكتب على الشات بوكس، ممكن يبعت لي على الفيسبوك، ممكن لو حابب كمان يبعت لي على الايميل دوت في اي وقت، ممكن ان احنا نتواصل مع بعض من خلال ahmed.khairat@autodesk.com، تمام كده. خلينا نكبر شويه الفونت عشان يبقى واضح، تمام. تمام ahmed.khairat@autodesk.com. هكون سعيد جدا باي حد يعني يتواصل معايا بخصوص الاسئله وبخصوص يعني هو لو حابب يتناقش معايا في اي توبيك. معانا مهندسه بلقيس. مهندسه بلقيس اعتقد من العراق، تمام. و let me unmute her. تمام، اتفضل يا فندم. طيب
ممكن مهندسة بلقيس تعمل unmute. طيب أعتقد هي عملت raise the hand. طيب أي حد تاني؟ جميل جدا. طيب أنا بشكركم جدا 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 على وجودكم معنا النهاردة، بشكر مهندس عمر وبيم أريبي على إتاحة الفرصة الجميلة دي لينا مع بعض، وإن شاء الله نستكمل الأسبوع القادم تمام للي حابب إن هو ياخد معانا بقية الخطوات لحد ما نوصل لأول أبليكيشن مبني باستخدام الفورج تكنولوجي. شكرا لوقتكم معنا النهاردة. الله يكرمك استاذنا، الف شكر لحضرتك، محاضره ممتعه، ومنتظرين ان شاء الله بقيه المحاضرات باذن الله. الله يكرمك، شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.